بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا في بداية حلقتنا النهاردة. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، مش أيام بقى، كلها ساعات بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل حضراتكم طيبين وأهل بيتكم طيبين وبصحة وبسلام وفي أحسن حال يا رب، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير بقى بعد العيد بعد انتهاء الأجازة. كل سنة وأنتم طيبة وصباح الفل. كل سنة وأنت بخير يا كريم، وكل سنة وإحنا ناجحين، وكل سنة وإحنا يا رب محققين اللي إحنا عايزينه. ويعني هنقول يوم جديد، بس نهاية الأسبوع بالنسبة لنا، لأن زي ما كنت بنوه أنا وكريم إن شاء الله النهاردة هتكون آخر حلقة، نعود مرة تانية بعد أجازة العيد بإذن الله، اللي أنا مش عارفة بالظبط هيبقى يوم الاثنين الجاي ولا الثلاثة الجاي الأسبوع القادم يعني. على حد علمي الثلاث. الثلاث غالباً هيكون كده، فكل سنة وإحنا جميعاً يا رب دايماً بخير. والنهاردة نهاية الأسبوع، لكن معانا أخبار كتيرة جداً. هنتكلم عن مباراة أمس طبعاً. ناس كتيرة كانت قالت لك مباراة غير جيدة ولكن نتيجة جيدة، اللي قال لك لا إحنا عملنا اللي علينا وخلاص، ما كانتش المباراة يعني عايزة أكتر من كده. هنتكلم في كل ده وهنحلل أكيد هذا الكلام. وعندنا كمان أخبار خاصة بالمنتخبات بتاعتنا المختلفة، أخبار خاصة بالنادي الأهلي. النهاردة فقرتنا إيه كريم؟ النهاردة عندنا كالعادة فقرتين حواريتين. الأولى هنتكلم فيها عن بطولات السلاح مع دكتور أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات القومية للسلاح، وكمان هتكون منورانا يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح. الفقرة الثانية هتكون مع الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي، ودي الفقرة بقى اللي هنتكلم فيها وبالتفصيل عن ماتش امبارح وعن اللي جاي ان شاء الله. طبعا يعني احنا وضعنا لغايه دلوقتي زي ما حضراتكم اكيد متابعين، الحمد لله الاهلي مكمل في سلسله الفوز والانتصارات في المباريات المحليه، وبيصعد بالفعل لدور ال 16 في بطوله كاس مصر، وطبعا هيواجه بموجب هذا الكلام فريق الداخليه بعد ما فاز امبارح على منتخب السويس بهدف نظيف. ماتش امبارح نقدر نقول عليه مبدئيا كده كخطوط عريضه، سيطر الاهلي على مجريات المباراه بالكامل، سعى الى يعني اختراق دفاعات منتخب السويس أكتر من مرة سواء من العمق أو من الأطراف. كان في فرص كتير الحقيقة في هذه المباراة، ويمكن كانت أكيد أخطرها ركلة الجزاء، لكن للأسف أهدرها رامي ربيعة في الشوط الثاني، ثم سجل هدف الفوز حسين الشحات في الدقيقة 87 بعد تمريرة من أحمد قندوسي. فبنشوف بقى مع حضراتكم كمان اهو لقطات من ماتش امبارح، وطبعا في كلام كتير هنتكلم فيه اكيد في الفقره الحواريه الثانيه عن لقاء هنتكلم الأمس. بالتفصيل يا كريم، بس المجمل في مباراه برضو امبارح خلينا نقول ان الاهلي خاض فعلا مباراه قويه جدا وصعبه، وكانت يعني او كنا متوقعين ان السيناريو شويه هيكون امام منتخب السويس يعني هيكون دفاعي بحت، هيكون دفاعي بحت. يمكن الكلام ده احنا قلناه كمان امبارح، وكولر برضه كان بيستعد لده، يعني خلينا نقول برضه هو كان قاري المنافس هيكون بيلعب ازاي، او داخل هيكون بيحقق ايه، او مركز على ايه من التاكتكس بتاعته. على كل حال اللقاءات اللي جايه كلها مهمه جدا. كولر كمان هيقوم مفروض بعمليه التطوير والتدوير بين اللاعبين اللي احنا نشهدها ليه او هو المعهود بيها، يعني بشكل طبعا يعني يعلي من اداء كمان الفريق بشكل عام، وده المطلوب في الفترة اللي احنا فيها، وكان مطلوب جدا في الفترة كمان اللي فاتت. عموما خلينا نقول مباريات الكاس المهم فيها ان انت تفوز، وانت بتتكلم خلال طبعا الوقت الاصلي او الوقت الاضافي، وفريقنا لحد دلوقتي حقق نقدر نقول المطلوب. فعلى كل حال خلينا نتابع، لان المهم جدا ان احنا نشوف التصريحات المختلفة. خلينا نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل. اوكي war schwieriges spiel wir wussten das weil der gegner sehr tief stand und natürlich auch durch die Erfahrung, die sie gemacht haben gegen Future, wo sie sich qualifiziert haben, haben sie auch gute Erfahrungen. Sie haben, denke ich, heute genauso gespielt, defensiv diszipliniert. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, auch zu wenig provoziert nach vorne. Wir haben das in der Pause angesprochen und zweite Halbzeit waren besser, hat Offshore hat auch natürlich viel dazu beigetragen. Aber noch einen Elfmeter verschossen. Eigentlich Remy schießt im Training auch und da schießt er eigentlich immer Tore. Und heute hat es nicht geklappt. Gut, wir haben dann schlussendlich das erlösende 1:0 noch geschossen mit einem schönen Spielzug über Guendouzi und Shahed. الماتش كان صعب زي ما توقعت وزي ما قلت للعيبه قبل المباراه، ان المباراه محتاجه جديه، الماتشات دي بتبقى صعبه، الفرق بتبقى من الدرجه الثانيه بتبقى عندها دوافع كبيره جدا وعايزه تظهر، وان هم هيدافعوا وهيبقوا طول الوقت مضايقين مساحات قدر الامكان كلهم تحت الكوره، وان ده واضح ان هم عندهم خبرات في اللعب بالطريقه دي، لان ده كان واضح جدا النهارده. كمان عندهم حماس كبير، كانوا مقفلين جدا في الوقت. في الناحيه الثانيه احنا كنا سيئين جدا الشوط الاولاني، حركة قليلة جدا، مفيش لعب لقدام، في تراخي كبير جدا في الشوط الأولاني.
اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين المفروض نعمل ايه. نزلت قفشه، قفشه حرك الامور بشكل كويس جدا، بدا يلعب لقدام، بدا يحرك الامور، عمل ماتش كويس قوي. وجالنا ضربه جزاء، رامي عاده في التمرين ما بيضيعش ضربه جزاء، يعني كل ضربات الجزاء اللي في التمرين بيجيبها ممكن دي تكون اول ضربه جزاء اشوفها رامي بيضيعها. اللي حصل كملنا وحاولنا وبدا يبقى في محاولات لغايه ما احنا قدرنا نجيب الجون الفوز اللي حل الامور بلعبه جميله جدا من القندوسي، لعبها كويس قوي لحسين الشحات، وكسبنا في الاخر 1-0 وتاهلنا للدور اللي بعد كده. كنت عايزه تقولي ايه قبل ما نكمل كلامنا؟ حاجه ليها علاقه بضربه الجزاء مع اخر التقرير. يعني كنا بنتكلم يعني حالنا حال كل الناس طبعا على موضوع ضربه الجزاء ورامي ربيعه، لان ناس كتير برضو اتكلمت امبارح لو ليه يضيع ضربه الجزاء وربطوها بالتمديد، ويعني اول ما يمدد يعمل حاجه زي كده. انا برضو شايف ان ده يعني ظلم شويه، انا مش شايفه ان ده دلوقتي ليه لازمه خالص. ووارد على فكره يعني نجوم عالميين بيضيعوا ضربات جزاء، ما فيهاش اي مشكله، ما بنقولش ان ده يعني مش غلطه، ممكن تكون فعلا غلطه، بس التحامل اللي موجود برضو مش في محله ومش في وقته. ده اللي انا كنت عايزه اعلق عليه بصراحه، يعني لو انت كمان شفت التعليقات اللي اتعملت على ضربه الجزاء. بصي، طبيعي ان الجمهور بيبقى متضرر ضربه جزاء، فضيعها اكيد من وجهه نظر الكم الاكبر من الجمهور ملوش لازمه. لكن يعني احنا هنا مش بنتكلم على ضربه الجزاء بتاعت امبارح في المطلق. ضربات الجزاء طبعا اكيد ديها تكنيك وبيتدربوا عليها اللعيبه وكل حاجه، لكن برضو في مساحه يكش 10% للقدر، يعني في حاجات كده بتبقى قدريه. على كل الاحوال تعالوا ننسى ماتش امبارح ونتكلم ان شاء الله في سياق حلقه النهارده عن اللي جاي باذن الرحمن. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت برضو عايزين نعرف حضراتكم تفاصيلها، امبارح كابتن محمود الخطيب استقبل المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي، اللي حضر للنادي الاهلي مخصوص عشان يهني النادي الاهلي بالفوز بدوري ابطال افريقيا، وكمان عشان يتكلم مع رئيس الاهلي بخصوص بعض الملفات الكرويه المختلفه. خلال الجلسه الوديه دي وجه كابتن محمود الخطيب وجه الشكر والتحيه للمهندس هاني ابو ريده على مساندته الدائمه للنادي الاهلي، ولا سيما عند مشاركته في دوري الابطال هذا الموسم. قال انه اثناء فعاليات البطوله في العام الماضي تعرض النادي الاهلي لبعض المخاوف والعوائق، وتم الحديث مع المهندس هاني ابو ريده، والحقيقه كانت استجابته سريعة جدا، وكان حريص على مساندة ودعم النادي الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وده طبعا شيء يتحسب جدا ليه بكل تأكيد. أضاف كمان وقال إن أبو ريدة تحدث معه حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة عند المشاركة في البطولات القارية المختلفة. كانت يعني زيارة محترمة، وكالعادة لما تيجي برضو كده تقيم تلاقي دايما الشخصيات المهمة، الشخصيات المحترمة، الشخصيات القيادية، هتلاقي الرموز العالمية لما بتيجي بتروح تزور النادي الأهلي، وبتبقى مشهد محترم جدا. وزي ما بيتقال يا كريم، ده بيكون الكيان أو المنبر بجد الرياضي اللي بيمثلك في دايما في الخارج. يعني لما بتبقى في زيارة دولية من أحد الرموز الدولية في مجال الرياضة، بيجوا يزوروا النادي الأهلي. بيجوا لمين؟ بيجوا يزوروا النادي الأهلي. ده برضو مش كلامي، عشان ممكن حد دلوقتي يقول لك لا الكلام ده مستفز للبعض. هو الكلام ده ممكن يكون مستفز للبعض على فكره، انا عارفه، بس هو واقع. يعني مستفز او لا، هو ده الواقع. لما بيجي لك رموز، وبعدين في المايك ده مش عارف لما يجي لك بجد رموز بتيجي علشان تقابل كيان رياضي او قاده من كيان رياضي او تزور كيان رياضي، بيروحوا للنادي الاهلي. هو ده الواقع اللي حصل، واكيد احنا في الاول وفي الاخر سعداء بده. يعني ده واقع، في حاجات كده بتبقى واقع او بيبقى مشاهد من الارض زي ما بيتقال. ف كالعاده يعني والكلام مش حاجه ده يبقى جديدة. انت بتقولي يبقى مستفز للبعض، ويستفزهم ليه؟ يعني فاهم قصدي؟ طب ما كل واحد يشتغل على نفسه. يعني ما اعرفش، يعني عشان بصي ما نفتحش الباب، ما في حاجات بقى ما بنركزش. لا بص هقول لك على حاجه كده كتير اي عكوزات، كل دي ضربات قدريه. شو هقول لك على حاجه؟ كنت لسه بقول لك في ضربات قدريه. طيب على كل حال خلينا نتابع دلوقتي احتفاليه لجنه الطفل بالنادي الاهلي طبعا، وكانت احتفاليه جميله ان انت بتعملها كمان عشان تعرف الاطفال على مناسك الحج وعيد الاضحى اكيد يعني. وكان في كمان طبعا انشطه كتيره جدا فنيه وترفيهيه، بنحب دايما من خلال كاميرا يعني النادي الاهلي ان احنا نطلع حضراتكم على كل الاجواء الاحتفاليه دي اللي بتدور جوه او في احد فروع يعني النادي. خلينا نروح نتابع هذا التقرير. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
والنعمة لك والملك لا شريك لك. احنا الحقيقة النهاردة حاولنا ان احنا نفكر في الايفنت الجديد بشكل جديد، ان احنا نعمل للاطفال حاجة جديدة. احنا السنة اللي فاتت والسنين اللي قبلها كنا بنعمل ورش فنية بالمناسبة، بس الولاد كانوا بيعملوها بايديهم بس، فقلنا النهاردة لازم نبقى عاملين حاجة جديدة ونعرف الولاد ايه هي المناسك بالظبط. مناسك الحج بتبقى عاملة ازاي، الكعبة اتبنت ازاي، الشعائر الحج كاملة بتبقى ازاي، الاجواء الحج نفسها لازم نعيشهم فيها بحيث ان هم يبقوا خارجين اصلا من الموضوع فاهمين وعارفين يعني ايه العشر ذو الحجة، ويعني ايه العيد الاضحى الكبير، واحنا بنذبح اصلا في رمضان في العيد الكبير ليه، وايه المناسبة اللي جاتنا من خلالها، ويعني ايه الكعبة والكعبة اتبنت ازاي وكده. الحاجة دي مش هتيجي بالكتاب بس، احنا خدناها طبعا في المدارس وكل حاجة، لكن اما هم يمارسوها عملي على ارض الواقع ويحسوا بيها ويعيشوا الاجواء فالموضوع بيبقى في الدماغ اكتر للولاد. فمن هنا ان احنا بننمي مهارتهم وفي نفس الوقت بنبني معلومة عندهم بالايد. الحقيقة حفلة عيد الاضحى مختلفة السنة دي مع النادي الاهلي واطفال النادي الاهلي، وحبينا نعمل فكرة المحاكاة بتاعة مناسك الحج كطريقة تربوية للاطفال، بتعلمهم ازاي يكون في هدف من ان احنا يعني يتعلموا ايه هي مناسك الحج، وان مش بس ان احنا بنطلع من منى لعرفات، لا في مشقه ولازم يبقى الواحد بيجتهد، وهو ده اللي ديننا يعني بيقوله. فاحنا الحقيقه المناسك النهارده بالمحاكاه اللي احنا بنعملها بسيطه جدا للولاد، وليهم رد فعل مختلف لانه حاجه جديده بالنسبه لهم. هتبقى يعني علماء النفس قالوا ان هي تبقى حاجه وتربيه ايجابيه للطفل في الصغر، يعني في اهداف بتترسخ في الطفل من هو صغير. احنا هنا في النادي الاهلي مهتمين دايما في كل المناسبات ان احنا نحتفل مع الولاد ويطلعوا بالاحتفال ده او بالايفنت ده بمعلومه زائد الجزء الترفيهي. بالنسبه للمعلومه، احنا النهارده بنعمل محاكاه لمناسك الحج مع الاطفال، وكنا طالبين منهم ان هم كلهم يلبسوا العبايات والجلاليب عشان يحتفلوا معانا بالمناسك على الحقيقه، على بشكل من اشكال الحقيقه يعني. والحمد لله العدد حلو. امبارح بدانا الايفنت في الشيخ زايد والناس اتبسطت جدا والولاد اتبسطوا جدا. النهارده كمان بنعيده في فرع الجزيره. الحمد لله انا شايفه الاقبال معقول قوي والولاد مستجيبين جدا والاهالي فرحانه وانا شخصيا فرحانه بصراحه. بيبقى معايا الستاف بتاعي، بكون طبعا مدرباه على حاجه زي كده والاعداد دي، وكل واحد بيكون مسؤول عن حاجه بيعملها مع الولاد. في حد مسؤول عن الشرح، في حد مسؤول عن تنظيم الولاد، في حد مسؤول عن رمي، يعني في المناسك بقسمهم عشان نقدر نسيطر طبعا على العدد، وطبعا ان احنا نجذب انتباه الطفل ان هو يعني يقدر يبقى مستوعب معانا الكلام ده، خاصه في الاعداد الكبيره. احنا الاول جبنا الولاد فهمناهم الاول، عملنا لهم انشوده كده عن مناسك الحج العشره، فهمناهم احنا هنعمل ايه في اليوم، وفهمناهم الترتيب لليوم ايه والماكيتات اللي موجوده معانا، جبل عرفات بنقف الحجاج بيعملوا ايه، بندى ايه عنده، بنرمي الجمرات، بنرمي كام جمره، بنقول ايه واحنا بنرمي الجمرات، في عندنا بئر زمزم وقصته دي لسه ان شاء الله هنقولها لهم. سافرنا ورحنا طفنا حوالين الكعبة 7 مرات وقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدين طفنا 7 مرات رحنا في الخيمة وقعدنا فيها، وبعدين رحنا عند جبل عرفات وقعدنا ندعي، وبعدين ذبحنا الخروف وقفت طبعا على فان، ولفيت حوالين الكعبة وقطعت اللحمة. لفينا حوالين الكعبة وقفنا على جبل عرفات وقطعنا اللحمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. اللي من حضراتكم بيتابعنا باستمرار اكيد خد باله ولاحظ ان احنا دايما بنكون حريصين على متابعه كل حاجه تخص صحه الانسان. الانسان بقى بغض النظر سواء كان رياضي او غير رياضي، مش بيمارس اي شكل من اشكال الرياضه، دايما اي حاجه تفيد الصحه العامه بنكون دايما حريصين ان احنا نتكلم مع حضراتكم فيها او نعرض لكم بموجبها تقرير او فيديو جراف. طبعا يعني من ضمن الحاجات المهمه اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم عليها اهميه الفحوصات الدوريه وخصوصا فحوصات القلب لتجنب اي اضرار، وطبعا ده اللي يعني قامت بيه الجمعيه المصريه الافريقيه لابحاث امراض القلب بمبادره اسمها قلبك حياتنا
في دعوة للكشف المبكر والكشف الدوري على القلب. تعالوا نشوف التقرير ده ونعرف من خلاله إيه اللي حصل. اتفضل. الصحة والعالم شاف إن أحياناً الرياضيين بياخدوا بعض الأدوية، هنسميها أدوية كده، عشان تخليه طاقته أعلى من طبيعته. لما طاقته أعلى من طبيعته بتخليه يعمل مجهود أعلى من قدرة قلبه، فممكن يموت بالراحة كده بالتفسير. فبدأوا يحطوا ويقولوا في أدوية لو الرياضي خدها هنوقفه، بس ده خوف عليه. فعملوا حاجة اسمها الوادة. الوادة اللي هي المنظمة الدولية للمنشطات، أنا عضو فيها كمصر، وفي المنظمة الوطنية للهنا. والوادة دي بتقول للمنظمة الوطنية لازم تكشف على الرياضيين وناخد وهنفتش عليكم. فبالتالي دكتور حازم في المنظمة بيعملوا ده في البطولات. اللي بيكتشف ان هو خد المنشط اللي هو ضد صحته، لان هو بيصنع نفسه وبينافس بشكل غير عادل، بيتوقف. فاحنا عايزين كل واحد ياخد باله ويعرف ان المنشطات مش المفروض تاخدها، ولو في مدرب قال لك خد دي علشان تروح لازم نسأل الاول. الجمعيه المصريه الافريقيه لابحاث وامراض القلب جزء من نشاطها نشر التوعيه، واحنا عاملين حمله اسمها قلبك حياتنا للسيدات، وهنلف بيها انديه مصر ان شاء الله، وهي مجموعه من السيريس، وبنهتم جدا بقلب الرياضيين جدا، عشان كمان ممارسي الرياضه بيتعرضوا لمشاكل كتير قوي، واحنا شفنا هذا الكلام. فاحنا مركزين قوي على الندوه ديت، وطبعا شرفنا النهارده بوجود معالي وزير الشباب والرياضه ودكتور حازم خميس رئيس الندوه المصري، وبنشكر طبعا استضافه معالي الاستاذ الدكتور محمد دمرداش لينا في الندوه النهارده، واحنا متتابعين في انديه مصر كلها ان شاء الله باذن الله، بحيث ان الموضوع ده بقى مهم واجب بقى علينا كاطباء وجمعيات متخصصه ان احنا ننشر الوعي دهوت علشان نبعد اولادنا عن اي مشاكل ممكن تحصل في المستقبل. هو الحقيقه الندوه النهارده كانت تخص صحه المراه اصلا، او صحه القلب الرياضي زي ما بنقول، ودي ليها اجراءات كتير. هتبدا بالتوعيه، هتبدا ب على توعيه على نظام الاكل، نظام الادويه، نظام المنشطات. طبعا الحاجات دي كلها لازم يبقى لها اويرنس سواء للرياضيين او لاهاليهم. انا لسه كنت حتى بكلم مستشار بقول له لازم برضو اولياء الامور يبقوا موجودين معانا عشان هم يقدروا يعملوا لنا سبورت، ما يستسهلوش حاجات تانية، يعملوا كشف دوري للولاد اللي هو صحه زي ما بيقولوا القلب الرياضي او البطل الرياضي، كيفيه تنشئته وتغذيته ثقافته، بنقول عليه ايه، العادات اليوميه بتاعته او اللايف ستايل بتاعه، ودي حاجه مهمه جدا لصناعه بطل. يعني الحمله مكمله، الحمله بتستهدف الكشف وفحص الاطفال الرياضيين، حاجه زي مسح قلوب الاطفال الرياضيين علشان نقدر نطمن على صحتهم الجسديه وصحتهم ولياقتهم البدنيه اللي من خلالها يقدروا ان هم يمارسوا التمارين الرياضيه بكل اطمئنان. والحقيقه بنستهدف في الحمله كمان زياده توعيه للاطفال، زي ما شاهدنا من شويه الجلسه العلميه بحضور وزير الشباب والرياضه وبحضور الطبيب حازم خميس مدير مؤسسه مكافحه المنشطات، وايضا خبير قلوب الاطفال. فالنهارده الحمد لله كان الحضور كبير جدا، وان شاء الله نكون عملنا الهدف من المبادره. الحمله مهمه جدا، حمله هي بدات بشعار قلبك حياتنا، ولكن الموضوع من خلال يعني الكوكبة الموجودة من الدكاترة الموضوع توسع وبقى قلبك حياتنا، خليناها بشكل عام، خليناها لكل إنسان مش للرياضيين فقط. الموضوع الكشف المبكر عن أمراض القلب دي حاجة مهمة جدا، الموضوع الكشف الدوري دي حاجة برضو مهمة مش ترفيهية زي البعض ما بيتصور، خاصة أي أسرة عندها أطفال بتبتدي تخلي أولادها يمارسوا أي رياضة لازم يكون في كشف متخصص على القلب، عشان لو في اي مشكله عند الطفل مش معروفه ما تظهرش اثناء نشاطه الرياضي يتسبب في ازمه تانية، او يتسبب كمان ان هو ما يكملش مشواره الرياضي. وده بيحصل، يعني حصل في كل دول العالم، وحصل للاسف حالات وفاه كمان للاعبين قبل كده، زي يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه طبعا، لاعبنا لاعب الاهلي ومنتخب مصر،
إريكسون في ساعة منتخب الدنمارك لما حصل وعملوا له صدمات كهربائية عشان تعرض لأزمة قلبية وفي لاعبين بطلوا. فالموضوع مهم جدا يعني كل أسرة ما تهملش في الموضوع ده. يعني احنا اتفاجئنا لقينا زميلتنا في الاعداد ريهام بكير في التقرير ده يعني، بس قالت كلام اعتقد مهم جدا، وزي ما هي كده اتكلمت وزي ما احنا كنا بنتابع برضو في فعلا لعيبه كتير جدا يا كريم فقدوا حياتهم في الملاعب بسبب ان في كان مشاكل في القلب وما كانش تم اكتشافها بشكل واضح يعني. وللاسف الشديد مرض القلب ده بيصيب اي عمر يعني، مش لازم عمر معين، اي عمر ممكن ان هو يصاب بهذا الشكل. ومن العوامل اللي بتساعد هو الاسترس وغيره وغيره والعصبيه الزايده والتوتر ال 24 ساعه في ناس حياتها زي كده والتدخين حاجات كتيره صحيح. بس الحاجات اللي هي النفسيه كمان بتبقى لها تاثير كبير يعني، ممكن يكون في عامل او حاجه في حياتك بتوترك بشكل كبير على المستوى اليومي ده، ممكن بعد كده لا قدر الله ينتج ان انت يجيلك مشكله سواء بقى ازمه او يعني بيبقى في كذا حاجه. انا مش هتكلم بشكل طبي يعني، بس بيبقى في درجات كمان من المشاكل الخاصه بمرضى القلب. فنتمنى ما نتعرضش ابدا لحاجه زي كده، ويبقى في دايما استشارات دوريه لان ده مهم جدا. انت عارف التشيك اب عندنا مش موجود، ثقافه ان الواحد يروح يعمل تشيك اب كل سنه او كل ست شهور دي مش حساباتنا تقريبا الا نسبه قليله جدا، وعلى الرغم ان ده مهم قوي قوي يعني. زادت شويه الثقافه شوية دي امتى؟ بعد كورونا صح، شويه صغيرين يعني برضو بالزبط. ايه يعني اتحركت خطوتين ثلاثه لقدام. وطبعا الى جانب ان صحيح الكلام اللي قالته زميلتنا العزيزه ريهام بكير من خلال التقرير ده كلام في منتهى الاهميه، بس بعيدا عن محتوى كلامها انا السؤال بقى اللي بيدور في ذهني، هتتعامل معانا عادي بعد النجوميه والشهره والمجد؟ بص هيبان ظهرت يعني في التقرير ونورت الدنيا وقناه الاهلي وشغل عادي، هتتكلم معانا عادي باريحيه زي الاول؟ هيبان اول حلقه الجايه. يعني بص بس يعني هنقول ايه، خلينا نتابع درجات الحراره والطقس زي ما احنا متعودين، وناس كتيره زي ما كنا بنتكلم هتسافر النهارده كمان علشان اجازه العيد. خلينا نطمن حضراتكم درجات الحراره والطقس على مدار اليوم هتكون ايه ونرجع نكمل مزيد من التفاصيل. خلينا ناخد دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم كل سنه المشاهدين. اهلا بيكي. طبعا يعني المكالمه النهارده مختلفه ولازم هتكون مهمه جدا زي ما كنا بنتكلم، ناس كتير هتسافر عشان طبعا اجازه العيد، فخلينا نطمن من حضرتك ونطمن الناس الطرق طبعا الصحراويه وغيره هتكون عامله ازاي النهارده ودرجات الحراره ايضا. اتفضلي يا دكتور منار. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله. احنا متوقع ان درجات الحراره تكون حول المعدلات خلال هذا الاسبوع، يعني متوسط درجات الحراره بالنسبه للقاهره الكبرى هيكون ما بين 34 الى 35 درجه مئويه فتره النهار، ويمكن ده من غدا الثلاثاء ان شاء الله وحتى مطلع الاسبوع القادم فتره الاجازه ان شاء الله هتكون درجات الحراره حول المعدلات في اغلب مناطق الجمهوريه. هو الاسبوع ده في ارتفاع طفيف عن الاسبوع الماضي بحوالي من درجه لدرجتين، فزي ما قلنا متوسط درجات الحراره للقاهره الكبرى 34 35، المناطق الساحليه ما بين 28 ل 30 درجه مئويه، جنوب الصعيد توصل ل 42 درجه مئويه فتره النهار. بصفة عامة الأجواء تبقى فترة النهار أجواء حر على المناطق الشمالية السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار. كمان فترات النهار في ارتفاع في نسب الرطوبة، يمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس ان درجات الحرارة اعلى من اللي احنا بنقولها دايما بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا هنحس قيم درجات الحرارة اعلى من القيم اللي انا قلتها بسبب وجود نسب رطوبة في الجو. نسب الرطوبة طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة، المحافظات الساحلية بتبقى اكثر رطوبة وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت الرطوبة اقل، لكن بصفة عامة هي الرطوبة موجودة في اغلب المحافظات اللي موجودة في الجمهورية. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا 5 درجات الحرارة نحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، فالأجواء هتكون فترة الليل معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن هيبقى فيه نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بنسب رطوبة أقل فترات الليل والأجواء المعتدلة فترات الليل. ننوه كمان عن الشبورة المائية. بالظبط كنت لسه هسأل حضرتك، وإيه أفضل كمان مع الشبورة المائية أفضل توقيت يعني ننصح الساده دلوقتي المشاهدين ان هم يسافروا فيه، ساعات الباكره ولا امتى؟ هيبقى معانا شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، الشبوره دي في اغلب محافظات الجمهوريه وبتؤدي لانخفاض طفيف فتره الصباح الباكر في الرؤيه الافقيه،
هتتلاشى مع قطاع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 8 الصبح هتبدأ رؤية تحسن في أغلب الطرق. ناخد بالنا فقط من الشبونة المائية، هي كمان مش إن شاء الله مش هتأثر على حركة المرور بشكل كبير، لكن هتأدي لانخفاض رؤية أفقية. فمهم جدا ناخد بالنا من الشبورة المائية، حركة الملاحة البحرية كمان على البحرين الأحمر والمتوسط إن شاء الله خلال 72 ساعة القادمة على الأقل هتكون معتدلة. البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، يعني بصفة عامة الأجواء مستقرة، نقدر نستمتع بالأجواء، لكن ناخد بالنا من درجات الحرارة أو من يعني تعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر. الفترة دي هي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان لو أنا مضطر أبقى موجود في الشارع في الفترة دي يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. بقدر الإمكان نبقى موجودين في أماكن جيدة للتهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو. إن شاء الله تبقى إجازة سعيدة. والله يعني انا ماشي، يعني انا بالنسبه لي هقول لك ايه يا دكتوره منار، يعني هنقول ربنا يسعد الناس اللي بتحب الصيف، ما نقدرش نقول غير كده. بنشكرك جدا وكل سنه وحضرتك بخير دكتور منار غانم طبعا، وتغطيه كالعاده رائعه جدا ومفيده، وربنا يسعدهم. هنقول ايه، ربنا يسعد الناس دي. والله انا مش عارفه، انا وهي بتحكي الواحد متضايق، يعني 35 درجه 34 درجه وحر شديد واشعه الشمس من 12 ل 4. لا لا الموضوع 35 دي بصي كمان في خلال مثلا ايه، قولي من شهر ونص لشهرين من دلوقتي هتحلمي بانك تسمعي رقم 35. بس احنا هنفضل قاعدين بقى في البيت وخلاص والله العيد ده، ونطلع فاصل مبدئيا ونطلع فاصل ونشوف بعد كده ربنا يصلح الحال. فاصل ولينا عوده، خليكم معانا اتفضل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، تعالوا بقى نروح ونتعرف سوا على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه وفروعه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم، طبعا كل سنه وانت طيب يا كريم ونهواندو طيبه وكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. وهيكون معانا كمان اخبار متعلقه طبعا بعيد الاضحى المبارك هقولها لكم، لكن هتكون اخر فقره في فقره اخبار النادي النهارده. خلوني قبل ما ابدا طبعا اخبارنا المتعلقه بفرق النادي المختلفه والفريق الاول لكره القدم طبعا اضم صوتي لصوتكم واهنئ طبعا نجمنا العالمي النجم مصطفى عسل طبعا بعد فوزه امبارح ببطوله السكواش الدوليه بطوله العظماء الثمانيه، يعني عمل طبعا بطولة كبيرة جدا كالعادة للسنة الثالثة على التوالي بيحقق البطولة. شفناه طبعا بيتألق بشكل كبير جدا، يعني الحقيقة ان كله بيتنبأ له ان هو ان شاء الله هيكون اسطورة السكواش المصرية القادمة وهيحقق عدد من الانجازات، فطبعا بنبارك له وبنقول له اكيد ان كلنا فخورين بيه. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون راحة من التدريبات، طبعا كان منح مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة بعد بقى فوزنا أمس على فريق منتخب السويس في دور الـ 32 من بطولة كاس مصر بهدف نظيف أحرزه طبعا اللاعب حسين الشحات. النهاردة زي ما قلت هيكون راحة من التدريبات، بكرة بقى إن شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، يبدأوا بقى الاستعدادات لمباراة الخميس القادم واللي هتكون أمام فريق البنك الأهلي، طبعا هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني رجال طبعا الفريق الأول لكرة القدم مركزين بشكل قوي جدا في بطولة الدوري، عايزين بقى يفوزوا في جميع المباريات عشان يحسموا بطولة الدوري مبكرا، طبعا زي ما احنا عارفين ان هم متصدرين جدول الترتيب، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة. واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم معانا بقى اخبار كمان متعلقة طبعا اختبارات ناشئين كرة القدم لسه طبعا مستمرة وهتكون في محافظة الشرقية وكمان محافظة السويس. خلوني بقى اديكم تفاصيل اكتر عنها. البداية هتكون مع محافظة الشرقية، الحقيقة انه تم بالفعل بدء بيع استمارات اختبارات الناشئين بدأت من يوم 24/6 وهتبدأ بقى الاختبارات، هتكون مقسمة على يومين، اليوم الأول هتكون يوم الثلاث 4/7 وهيكون لمواليد من 2013 حتى مواليد 2018، واليوم الثاني بقى هيكون يوم الـ
الأربع هيكون يوم 5/7، وهيكون لليوم الثاني هيكون من مواليد 2012 حتى مواليد 2007. طبعا بقى هيكون بمقر الأكاديمية النادي الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية. أما عن محافظة بقى السويس، فأيضا بدأوا بيع استمارات اختبارات الناشئين من يوم 24/6، وهتكون مستمرة حتى نفاذ الكمية. هتكون برضو مقسمة على يومين، اليوم الأول هيكون الجمعة 7/7، وهيكون من مواليد 2013 حتى مواليد 2018، واليوم الثاني هيكون يوم السبت 8/7، وهيكون من مواليد 2007 حتى مواليد 2012، برضو طبعا هيكون بمقر أكاديمية النادي الأهلي بنادي النصر للبترول. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل المقدمين على طبعا اختبارات ناشئين النادي الأهلي. أكيد أي لاعب في مصر بيكون بيحلم إنه يلبس تيشيرت النادي الأهلي ويمثل هذا النادي العظيم، أكيد الكل بيتمنى إنه ينضم ليه، فبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. اما عن بقى الالعاب الاخرى، فطبعا زي ما احنا عارفين يا كريم ويا نهاوند ان دلوقتي اوف سيزون في جميع الفرق، خلاص اجازه من التدريبات طبعا. لكن خليني اقول لكم ان معظم لاعبي النادي الاهلي منضمين مع منتخباتهم الوطنيه، سواء في كره اليد، كره الطايره او كره السله، في فتره بقى اعداد لطبعا بطولات مهمه جدا هتكون مع منتخبنا الوطني، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبارنا الاجتماعية بالنادي الأهلي. وزي ما قلنا طبعا، حابة أقول لكل مشاهدين قناة الأهلي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والنادي بقى خلاص بدأ الإعلان عن الاحتفالات بالعيد، هيكون في كرنفال للأطفال في 4 فروع النادي. خليني أقول لحضراتكم تفاصيل أكتر. هيكون في يوم الجمعة 30/6 بفرع مدينة نصر كرنفال للأطفال، بالتحديد هيكون أمام الفود كورت، وهيكون الساعة 6 مساء. كمان في فرع التجمع الخامس ايضا هيكون يوم الجمعه 30/6، هيكون امام الشاشه الخلفيه بجوار مبنى الاكاديميه، وهيبدا فيه تمام 6 مساء. اما عن مقر الاهلي بالجزيره، هيكون الكرنفال يوم 1/7، وهيكون امام الشاشه الرئيسيه الساعه 6 مساء. واخيرا بقى الفرع الرابع، فرع الشيخ زايد، هيكون يوم 1/7 يوم السبت، هيبدا الساعه 7 مساء، وهيكون امام الشاشه الرئيسيه. يعني دي الاخبار الاجتماعيه وكمان أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى زي ما معوزين مشاهدين 10 الصبح في الأهلي، خلوني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن الأعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات. خلينا أقول لكم إن الأيام دي الأعداد في زيادة، لأن طبعا خلاص معظم الطلاب أخذوا أجازة آخر السنة فمتواجدين في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 29، يعني الحقيقة تقدروا تيجوا وتستمتعوا بيومكم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني دي كانت النهاردة فقرة أخبار النادي الأهلي. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. لا مفيش غير كل التهاني بالعيد، كل سنة وانت طيبة وأهل بيتك طيبين، وبنشكرك يا هنا على التغطية المتميزة دي كالعادة. شكرا جزيلا. شكرا يا هنا، كل سنة وانت بخير يا رب. هنروح نتابع دلوقتي تقرير تاني، وتقرير زي ما بتقال القاز بتاعه كان محترم جدا. منظمة اليونيسف ومفاوضية اللاجئين ومنظمة العمل الدولية نظموا ماراثون ويوم كان رياضي وترفيهي لدعم فيه اللاجئين. طبعا ملف في غاية الأهمية وبيشغل العالم كله أكيد. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. النهارده هنجري وهنساعد اللاجئين، لان دي يعني زي رساله المفروض في مصر نعملها، فده من احسن الماراثونات اللي احنا بنحضرها، كمان في مكان حضاره، فده شيء رائع يعني. Good morning. I'm the ambassador of the Kingdom of the Netherlands here in Egypt and I've been here now 3 years. So the first problem of course is I will not be here next year. But the embassy will be here. My successor, the ambassador, is coming in August, and he will be here. We, the Netherlands, did not choose this location. The ILO did. And I think it is a beautiful location, and I'm sure we'll be back here next year. It's an important location because with the museum on one side and a garden for everybody on the other side, it's a very good integrating possibility. Refugee Day is every year. And we will organize something every year. هو اللي هو له 3 سنين هنا، فالسنة الجاية حيكون في حد تاني، ما حيكون هو اللي فيه. اللي حد البدله حيجي هنا شهر 8 إن شاء الله، وبيتكلم عن إنه اللوكيشن حلو جدا، بس الاختيار كان من جهة ILO ما من جهتهم هو، بس إن شاء الله السنة الجاية حيكون probably في نفس اللوكيشن.
and كل سنه طبعا هيعملوا نفس هيكون في حاجه محضره يعني لانه هو كل سنه يوم 23 بيكون في نفس اليوم يعني. Then I'm very pleased that because we have organized this event with Cairo Runners and to celebrate the World Refugee Day and that's part of a project funded by the Dutch and cooperation with different UN agencies, UNHCR, UNICEF, IFC also. And that's very important that we celebrate all together refugees and we see how we can provide support to refugees. That's very important that also given the situation also in Sudan. Project هنا اللي هو Prospect مع partnerships تاني اللي هو UNICEF, IFC وبيشكر في Cairo Runners برضو لترتيب اليوم. وهم دائما بيحاولوا يعملوا مشاريع وكده عشان يشملوا اللاجئين في الدول ويدخلوهم يعني في الاقتصاد في الدوله اللي هم فيها. انا بلعب اللعبه بقالي 5 سنين كنت في بلعب اللعبه على الاول كنت فاكر الجري عادي مثلا بنجري على اسفلت لحد حبيت الجري اكتر واتحمست ان انا اعرف اكتر عن اللعبه والعبها بشكل مستمر لحد ما ربنا كرمني دخلت النادي الاهلي. مثلا نجري وبعد كده نخلص مثلا نعمل يوم الاطفال اللاجئين وكده بس انا متشجع بالنسبه للحوار ده بس. ملف اللاجئين زي ما كنا بنتكلم من الملفات اللي في غايه الاهميه والدول كثيره جدا بتعاني منها خاصه بعد الاحداث يعني السياسيه الاخيره اللي اثرت بشكل كبير جدا على بعض الدول ويمكن تبعاتها قعدت فوق 10 سنين حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. عدد اللاجئين في مصر تحديدا لغايه الاحصائيه الاخيره اللي كانت 2023 تقريبا يا كريم 8 مليون لاجئ. لو هتيجي تتكلم عن كام عدد اللاجئين في العالم اخر حاجه انا قريتها خاصه بعدد اللاجئين في العالم كانت 2021 وصلت ل 27 مليون فطبعا عدد كبير جدا زي ما كنت بتكلم ملف دول كتيرة بتعاني منه. فكرة التوعية عليه اعتقد امر مهم جدا التعامل ازاي مع الاشخاص اللي لبعض الدول بالمناسبة مصر ما عندهاش يعني يمكن انا كنت بقول عدد لاجئين 8 مليون لكن مصر لا تتعامل مع الاشخاص دي ان هي لاجئين يعني دايما كنا بنقول ان هم مواطنين معانا حتى تحديدا لما كنا بنتكلم عن الملف السوري كنا بنقول ان دول مواطنين معانا اخوات سموهم زي ما انتم عايزين لكن ما كناش بنتعامل مع الغير ان هو لاجئ عندنا بس طبعا ده المصطلح الدولي المتعارف عليه يعني فطبعا ملف في غايه الاهميه كويس ان يتم تسليط الضوء. وعلى فكره ولا حد منهم حاسس وهو قاعد في مصر ان هو شخصيا ده جم عملوا بيزنس يعني بالذات اتكلم على السوريين لان ده انا متابع طبعا ده سوريا دي يعني ومن سوريا ومن اليمن ومن السودان صح. مؤخرا ومن جنسيات كتير قوي وفي دول في اوروبا عندها الملف ده بيشكل عائق كبير ولكن بالنسبه لنا احنا في مصر احنا كالعاده مصر دايما فاتحه دراعاتها لكل الاشقاء من اي دوله ايا كانت طالما الظروف عندهم لا تسمح بان هم يقيموا يعني وعايشين في بلادهم بشكل امن. عمر ما حد في مصر بص لحد منهم على انه لاجئ وعمر ما واحد منهم وهو قاعد في مصر حس اصلا مجرد الاحساس ان هو لاجئ. دول صحاب بيت وناس بتيجي تعيش وتنصهر مع المجتمع المصري وعندهم اجهاد وعندهم طبعا وعايز اقول لك ان بعض الناس اللي جت اللي هم المواطنين الاخرين اللي جم فتحوا بيزنس هنا وشغلوا مصريين يعني كمان عملوا عماله كويسه في مصر يعني شغلوا مصريين فساهموا بشكل كبير جدا فيعني لا بصراحه ملف هرجع عشان عشان الناس تحس يعني هوند عشان الناس كمان تستوعب فكره ان احنا بنقوله ده مش مبالغه باي حال من الاحوال ده واقع. تعالوا نقارن ما بين حال اي شخص هنقول مغترب مش هنقول لاجئ بس قاعد عندنا في مصر وشوفوا احوال اللاجئين بره في دول اوروبيه عايشين ازاي مخيمات عامله ازاي عرضه للجوع وعرضه للبرد وعرضه لكل حاجه ممكن حضراتكم تتخيلوها. في مصر الوضع مختلف تماما وهي دي مصر بالمناسبه ما هياش حاجه جديده يعني. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين نروح تحديدا لكليه التربيه الرياضيه وجامعه حلوان اللي شهدت فعاليات رياضيه ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه المخدرات وحمله انت اقوى من المخدرات. تعالوا نتابع التقرير ده نشوف من خلاله ايه اللي حصل في اليوم اللطيف ده ونطلع بعدين فاصل ونرجع بقى ايه نستهل مع حضراتكم اولى فقرات الحواريه خليكم معانا. بنمد اواصر الشراكه ما بين صندوق مكافحه الادمان والتعاطي ووزاره التضامن وجامعه حلوان في انطلاقه متجدده وفي تعبئه جهود مستمر لاولادنا وشبابنا من شباب الجامعات اتساقا مع جهود الدوله للاستثمار في ولادنا ان هم راس المال البشري هم الحقيقه جزء كبير من مواردنا البشريه اللي بنطمح ان هو ينشا تنشئه سليمه بعيده عن التطرف بعيده عن التعاطي بعيده عن الادمان وان هو ناخد منه اعظم ما فيه ونستثمر فيه قدر طاقتنا لان هم دول اللي بيبنوا مصر
وان في حاله البناء والمستمر اللي الدوله بتنهض بيها في هذه المرحله، ان احنا املنا كلنا في سواعد ابنائنا وبناتنا ان هم يساهموا معانا في دوت. اليوم العالمي لمكافحه الادمان هو 26 يونيو من كل عام. الامم المتحده بتحتفل بهذا اليوم وبتلقي الضوء على تداعيات مشكله المخدرات والوضع الحالي لمشكله المخدرات، وفي نفس الوقت كل دوله بتحيي هذا اليوم من خلال سلسله من الفعاليات. احنا بدانا هذه السلسله يمكن على مدار شهر يونيو بالكامل ب يعني احتفالات مع المتعافين من الادمان، بافتتاح قسم لسحب السموم في محافظه المنيا، بالعديد من الانشطه ايضا في مجال الوقايه والتوعيه. النهارده بنلقي الضوء على اهميه الرياضه وممارسه الرياضه في حمايه الشباب من المخدرات. احنا الحقيقه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي بترأسه مجلس ادارته والدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الاداره، بنشتغل على الشق الوقائي والشق العلاجي. فيما يتعلق بالشق الوقائي، احنا عندنا 32,000 متطوع من الحياه الشباب والفتيات على مستوى محافظات الجمهوريه، وهم اللي بينفذوا كافه البرامج التوعويه المختلفه سواء في المدارس او في الجامعات. حتى يمكن على مدار الفتره الماضيه نفذنا اكبر برنامج وقائي في 6,000 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، بجانب ايضا ان احنا بننفذ برامج وقائيه في المناطق المطوره بديله العشوائيات زي الاسمرات وزي المحروسه وبشائر الخير والحياه والعديد من هذه المناطق. ودي يمكن كانت بتوجيهات القياده السياسيه ان احنا ننفذ برامج توعويه لحمايه شبابنا واهلينا في هذه المناطق. المفروض ان احنا عاملين دوري رياضي للطلبه موجودين في الملاعب، كره قدم وكره سله وكره يد وكره طايره، والمفروض ان احنا عاملين ورش عمل للطلاب وبنعمل لهم التوعية دي عبارة عن ان احنا بنعرفهم اضرار التدخين اضرار المخدرات، وبنقول لهم يعملوا مشروع توعوي يتنفذ على مستوى الجمهورية. احنا موجودين النهاردة بنوعي الشباب وبنقدم لهم خدمات. احنا لما بنبدأ ان احنا ننزل اماكن مطورة، بنبدأ ان احنا نتحرك نشتغل مع فئات الاسر وبنشتغل مع كمان مع الاطفال. بنعرف الاسرة ازاي ان هي تتعامل، نستخدم معها الاليات ازاي ان هي تتعامل مع لو هي فيها حد انها مدمن، والمدمن ذات نفسه ازاي ان هو يقدر يتصل بالخط الساخن 16023 وتوجه لاقرب مستشفى تبع الوحدة سكنه يتلقى فيها العلاج. برغم من ان انا بقالي سنة بس مش كتير في الصندوق، بس انا اتعلمت في السنة دي حاجات كتير جدا وعرفت حاجات كتير قوي، وخدنا برامج كتير وعملنا حاجات كتير ونزلنا تعاملنا مع مختلف الفئات، تعاملنا مع اسر ومع اطفال ومع شباب جامعي، فاستفدت كتير قوي حقيقي. هي البداية كانت مرعبة لأن هي كفكرة أنا هعالج مدمن، لا بالعكس اكتشفت أن أنا دوري وقائي وأن أنا بحمي جيل كده زيي، وخصوصا أن أنا جاي من منطقة عشوائية، ممكن أبقى في أي مكان بشوف حد ده شخص بيدمن مخدرات أو السجارة اللي معادي أنا مش عارفة فيها إيه، وده خطر عليا وخطر على أولادي كمان بعدين. ففكرت في الموضوع ده ولقيت أن أنا كده بستثمر في نفسي وبستثمر في غيري، أن ده علاج مهم جدا ليهم ان هم يوعوا نفسهم اكتر من ان هم يروحوا ويتعالجوا في الاماكن. انا لما قدمت طبعا في صندوق، المفروض ان احنا بناخد برنامج تدريبي، ده برنامج اختار حياتك، ده المفروض احنا بنتدرب فيه على كل المهارات اللي تساعدنا ان احنا نعرف نتعامل مع الناس ونوصل لهم الرساله بشكل صح. وده اللي اداني برضو زود الثقه فيا ان انا يخليني مثلا ان انا اعرف اتكلم زي ما انا واقفه كده. بلس طبعا ان انا كنت حابه حاجه زي كده ان انا اوصل رساله للناس ان انا احاول اساعد بقدر الامكان. عوده العصر الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. دلوقتي وفي اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم شويه عن منتخب مصر للسلاح، وطبعا احنا بقالنا فتره بنستعرض بحضراتكم اول باول يعني نتائج بطوله افريقيا اللي مصر استضافتها مؤخرا واللي حصدنا من خلالها 21 ميداليه مختلفه. تعالوا نتعرف على تفاصيل تنظيم مصر لهذه البطوله وحجم الانجازات اللي اتحققت فيها من خلال ضيوفنا اللي منورنا الدكتور ايمن غنيم، هو المدير الاداري للمنتخبات القوميه للسلاح، وكمان منورانا يارا الشرقاوي لاعبه منتخب مصر للسلاح. يا صباح الفل واهلا بيكم معانا. صباح الجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الهنا عليكم ومنورنا، ومعانا بطله طبعا رياضيه في رياضه برضو. خلينا نقول ممكن الناس تقول لك مش كومن ليه السلاح، بس على كل حال دلوقتي السؤال ده اعتقد بقى قديم او كليشيه خلاص بقى، يعني العاب القوه هي اللي بتجيب اصلا الذهبيه فتيات، فحاجات زي كده خلاص تعودنا عليها. بس خليني اقول لكم بجد، احنا بقالنا فتره بنعرض نتائج السلاح تحديدا في مصر، طفره كبيره جدا على الارض. عايزه ابدا من هنا، من وجهه نظركم طبعا كبطله معانا يارا ودكتور ايمن، من وجهه نظر حضرتك برضو الطفره اللي حصلت دي جت نتيجة ايه؟ وليه فجأة كده لقينا نتائجنا في السلاح لا فيها تقدم كبير وأبطال أسماء كتيرة جدا ظهرت كمان مؤخرا؟ طيب هو الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم هو مش فجأة ولا حاجة، احنا الاتحاد المصري ده تاني دورة له،
الاتحاد مجلس الإدارة كله بقى اللائحة الجديدة أنه هو مكون من لاعبين سابقين دوليين أو أولمبيين، فبقى الفكر بتاع مجلس الإدارة فكر بيتطلع لتحقيق ميداليات أكثر. دي دورة تانية للاتحاد بشكل عام ولا للأعضاء الحاليين؟ للأعضاء الحاليين دي تانية دورة ليهم. لا الاتحاد السلاح أنا حابب أقول أن قديم، أول مشاركة أولمبية عربية وأفريقية كان لاعب سلاح أحمد حسنين باشا سنة 1924، دي أول مشاركة أولمبية يعني. فالاتحاد السلاح هو من أقدم الألعاب، هو من أقدم الاتحادات، ولكن النتائج مش النتائج من أفضل النتائج. ده اللي أنا كنت بقوله، أن في تطوير حصل يعني، النتائج الجيدة اللي حصلت الفترة الأخيرة ليها كذا اتجاه. الاتجاه الأولاني أن بدأ الاتحاد يشكل أجهزة كاملة، أجهزة طبية وأجهزة معاونة وأجهزة نفسية وهكذا. تاني حاجة الاهتمام بالأجيال اللي نشأ من تحت، يعني محمد السيد تحت 20 سنة، أدهم معتز تحت 20 سنة، محمد ياسين تحت 20 سنة. الأبطال دول هم المصنفين الأوائل على العالم دلوقتي، فالاهتمام بالجيل الناشئ من فترة طويلة من 4 أو 5 سنين بدأ هم دلوقتي في بطولات السينيور يحققوا ميداليات، فبقى فيه اهتمام بالقاعدة من تحت علشان نجيب ميداليات في مرحلة السينيور والجينيور على حد سواء. في حاجة كمان أخيرة، أن خطة مصر 2030 لتنظيم واستضافة البطولات، مش بس استضافتها والأداء بشكل جيد وإحراز ميداليات فيها، الاتحاد على عاتقه الموضوع ده مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، خلى فيه دافع عند اللعيبة لما بيشوفوا البطولات بتتنظم في بلدهم على أعلى مستوى وأحسن من البطولات الدولية كمان، بقوا حابين يخشوا دور الثمانية، حابين يخشوا دور الأربعة، لغاية ما بقى التصنيفات بقى بتاعتنا في مصر دلوقتي احنا من الثمانية العظام في أكثر من سلاحية. ما شاء الله. يا رانتي في المشاركة الأخيرة ليكي في بطولة إفريقيا اللي نظمتها مصر حصلتي على ميدالية ذهبية، يعني بنتكلم على بطلة عالم. من بداية كلام كده، إحساسك إيه وأنت بطلة عالم؟ يعني إيه اللي استجد في حياتك بعد حصولك على اللقب ده؟ هو طبعا بطولة أفريقيا من أهم البطولات في يعني بالنسبة لنا في السلاح، علشان بيكون البوينتس بتاعتها كثيرة، بتساعدنا ان رانكنا الدولي يعلى، فبالتالي لما انا لحظه سرحت وتخيلت انها بطوله عالم المقامه ان شاء الله كده، بقول لها بطل ان شاء الله بشره خير ابشري. فهي بتفرق قوي في الرانك بتاعنا، عشان لما نيجي نشارك في بطوله العالم في القرعه والكلام ده كله بتفرق. انا الحمد لله خدت اكتر من ذهب يعني في بطوله افريقيا على مستوى الناشئين، يعني تحت 20 وتحت 17، بس دي كانت اول مره اخد ذهب في الفردي عمومي. وكمان افريقيا دي داخله في الرانك بتاع التاهيل لاولمبياد باريس ان شاء الله، فكانت مهمه جدا يعني. فالحمد لله اكيد اتبسطت قوي يعني ان انا خدت ذهب في الفردي وذهب في الفرق كمان مع الفرق. ليه يا يارا اخترتي السلاح تحديدا؟ اكيد بتتسالي السؤال ده بس لازم نعرف برضه. هو انا الحقيقه ما اخترتوش، هو يعني انا ماما وبابا شافوه في النادي يعني لقوا لعبه جديده وغريبه، هم برضو ما كانوش يعرفوه ولا اي حاجه يعني، عمرهم ما لعبوه او يعرفوه، ودخلوني وبالصدفه كملت فيه يعني. كان عندك كام سنه وقتها؟ انا دخلت وانا صغيره قوي، وانا عندي 6 سنين ونص، وما كانش فيه بطولات اصلا للسن ده، بطولات من اول 9 سنين، فكنت اصلا مش حابه اللعبه خالص بقى يعني. كان هو اجبار تام من اهلي ان انا اروح التمرين، وانا بالنسبه لي يعني ايه الفكره يعني، هم قاعدين يودوني اللعبه دي بروح واللعبه دي بالذات برضه بروح مش بدخل بطولات زي باقي الفرقه، مش بعمل حاجه، كل الفرقه بتحقق ميداليات او حتى لو بيشاركوا في البطوله، فالموضوع كان بالنسبه لي ممل قوي. لحد اول بطوله دخلتها تحت 11 سنه خدت فيها اول، فساعتها بقى حسيت لا ايه ده، انا كمان خلاص بدات اشارك في بطولات وكده، فبدات بقى احب اللعبه يعني. حلو جدا. جميل. طيب خلينا نروح ليك برضو دكتور أيمن، نتكلم أكتر عدد الأبطال عندنا، عدد مشاركين في لعبة السلاح رجال وسيدات قد إيه، ومين المتفوق بصراحة يعني؟ في رياضات كده السيدات هي بتبقى متفوقة أكتر، هل السلاح كده برضو؟ لا، هو الرجال عندنا هو المتفوق أكتر. إحنا عندنا طبعا السلاح 3 ألعاب، سلاح الشيش وسلاح السيف وسلاح الصبر او سلاح السيف المبارز. الثلاثه دول هم يعني الـ فيهم رجال وسيدات، الثلاث اسلحه فيهم رجال وسيدات. عندنا احنا متفوقين في سلاح الشيش، احنا ترتيبنا 8 على العالم في سلاح الشيش رجال. عندنا في سلاح السيف احنا ترتيبنا برضو في 8 الاوائل. عندنا في سلاح السيف المبارزه احنا 13 على العالم.
فالثلاث أسلحة دول، طب هو ده تصنيف كويس ولا وحش؟ لا ده تصنيف حلو قوي، لأن علشان تتأهل الأولمبيك لازم تكون من أول 16 على 16. العالم وتكون أول أفريقيا في نفس الوقت، فإحنا محققين ده في الرجال. في السيدات في سلاح سيف السلاح الشيش اللي منه يارا بتهيالي احنا محققين ده، احنا ترتيبنا ال 18 وبنسعى ان احنا نخش في 16 الاوائل. كويس كويس جدا. يارا انت دراستك ويعني بتدرسي ايه دلوقتي وبتفكري لمستقبلك ازاي؟ هل حابه ان انت بعد ما تخلصي دراسه تكملي في الرياضه نفسها؟ هل بتفكري ان تمارسي نفس الرياضه بس الى جانب عمل معين في كارير مختلف حبتين؟ يعني مفكره في مستقبلك ازاي؟ انا الحمد لله متخرجه من كليه لغه واعلام. أوكي. وبشتغل صحفيه رياضيه ومكمله في السلاح. انا متخرجه بقالي سنتين يعني، واكيد يعني ان يعني في يوم من الايام لما اجي اوقف سلاح يعني مش هبعد عن مجال السلاح. يعني انا هو ليه سقف عمر معين عاده الواحد بيبطل الرياضه دي فيه؟ يعني هو ممكن في الثلاثينات الناس بتبدا تبطل، بس هو برضو يعني حريه شخصيه شويه، يعني كل واحد بقى يرجعوا يلعبوا تاني. احنا عندنا في السلاح بطولات الفيترانس 50 سنه و60 سنه و70 سنه. ايوه بطوله العالم فيترانس بتلعب كل سنه طالما اللياقه لسه موجوده، يبقى بيقدروا يلعبوا في بطولات الفيترانس. في وكانت في 2019 اقيمت في مصر. على فكره مصر هي الدوله الوحيده اللي في العالم اللي اقام عليها بطوله عالم ناشئين وكبار وفي ترانس، الثلاث انواع. مفيش دوله في العالم تانية تم اقامه الثلاث بطولات. بطوله العالم طبعا احنا عندنا كؤوس عالم كتير، بس بطوله العالم اللي بيبقى عليها تصويت والدوله اللي بتستضيفها وكده مصر هي اللي انفردت بدايه. حلو. طيب ومين اكتر الدول تقدما في السلاح في العموم؟ الكتله الاوروبيه يعني فرنسا ايطاليا امريكا دخلت مؤخرا، على حسب نوع السلاح برضو. يعني مثلا المصنف الاول في سلاح السيف رجال هو كوريا. كوريا ما كانتش موجوده من 15 سنه. فطبعا كل دوله بتاخد المنحه بتاعها. مثلا اليابان جايبه مدرب فرنساوي لبيشو، ده كان لاعب اولمبي لسه مبطل لعب. فعلى حسب برضو المدرسه بتاعه الدوله دي بتاخد انهي مدرسه وبتتجه انهي اتجاه بتتفوق. احنا تفوقنا اخيرا يعني الحمد لله. هي عموما متطلبات الرياضه دي، يعني لو في حد بيتابعنا دلوقتي وعنده ابنه صغير او بنته صغيره بيفكر يخليه او يخليها يلعبوا الرياضه دي، ايه الاساسيات اللي بناء عليها ممكن تقولي ان ده هيبقى بطل في الرياضه دي؟ رياضه السلاح من الرياضات يعني بحس ملهاش حاجه ستاندرد معينه. يعني في ابطال مثلا جسمهم طويل وعريض وفي ابطال قصيرين. يعني هي الفكره ان هو المدرب يقدر يوظف امكانيات اللاعب ده بالستايل اللي يخليه يكسب. يعني انا عندي حد مثلا طويل يبدا يلعب على المسافات اللي تساعد طوله مثلا تخليه يستخدم طوله بشكل مميز. حد قصير لا هيلعب على مسافات مثلا معينه بسرعه معينه ويستخدم مثلا جسمه الصغير في ان هو مثلا يتفادى اللمسه يعني او كده. فهي بس يعني موضوع الاحجام والاطوال والكلام ده مش بيفرق قوي في السلاح، بس طبعا لياقه بدنيه كويسه ده شيء مهم جدا. وطبعا استخدام بقى العقل، ان انا لازم بقرا اللاعب اللي قدامي وردود افعاله وببدا اركب اللمسات على بعض، امتى انا ههاجم امتى هدافع، كل ده مهم. والقرارات دي بتتاخد في كسر من الثانيه. بالظبط كده. يعني مثلا انا السلاح بتاعي يمكن عندنا وقت شويه، يعني سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزه في وقت شويه وعندنا تايم للماتش، لكن سلاح السيف سريع جدا. هو وانس ان هو وقف على الخط هو لازم واخد قرار، بيعمل لمسه سريعه ويرجع تاني يقف على الخط. فلا يعني ده يمكن اسرع سلاح لازم هو بيكون عنده قرارات سريعه جدا وردود افعال سريعه قوي. يعني احنا المدربين بتوعنا على مدار بقى يعني تاريخ اللعبه، هل كنا لجأنا بكده مدربين اجانب ولا كلهم مدربين محليين؟ والله في فتره الانجازات الجميله اللي احنا فيها دي المدربين كلهم مصريين. سابقا في اوائل الالفينات كان المدربين اجانب، بس عشان ما اظلمش برضه الرياضه نفسها كانت وليده في مصر وقتها يمكن، او يعني لا كانت قديمه، بس كان التوجه كله للمدرب الاجنبي. ما كانش عندنا الفند ان احنا نقدر نطلع حد ياخد كورس بره. التجربه اثبتت ان مين فيهم احسن؟ المصري.
النتائج كلها الكويسة. المدرب المصري احنا عندنا في الثلاث أسلحة نماذج جيدة جدا هي اللي أهلت الفرق. احنا أكبر عدد أهلنا بيه كان 14 لاعب الأولمبيك اللي فات. 14 لاعب ده كان رقم كبير بالنسبة لرياضة السلاح، ومش تأهيل تمثيل مشرف بس، لا احنا يعني خسرانين ماتش الميدالية 15-13 محمد السيد، خسرانين ماتش الفرق جايبين خامس في فرق الفلوري، فاحنا يعني رايحين وبننافس وبقى لنا احترامنا، وبقى في دول العظمى بتطلبنا نعسكر معاها زي فرنسا زي اسبانيا، فبقى لنا وضع بالمدرب المصري حلو جدا اللي انا بسمعه. وفعلا احنا يعني الكلام ده قلناه انا وكريم كتير على مدار الاسبوع اللي فات تحديدا كان مع البطوله واحنا متابعين. طيب لو هتكلم دلوقتي مثلا في اللي جاي، هل انا دلوقتي ممكن اقول على باريس 2024 في جديد هيكون فيها رياضه السلاح وانتوا هتوعدونا مثلا ان شاء الله هيبقى في نتائج افضل؟ خلينا نعرف، انا اسمع من كل اتنين، اتفضلي يا يار. احنا الحمد لله عندنا محمد حمزه وعلاء ابو القاسم في سلاح الشيش. محمد حمزه لسه واخد ذهب في كاس العالم، دي كان اول بطوله مؤهله لاولمبياد باريس. علاء برضو اخد برونز في كاس عالم سيزن ده. فعندنا طبعا يعني احنا بنقول ان احنا ده فرصه قويه جدا في الفردي ان احنا نجيب ميداليه ان شاء الله، وعندنا كمان فرصه بقى كفريق. يعني فرقه سلاح الشيش رجال عندنا يعني ممكن بيطلعوا خامس وبيلعبوا على الميداليه مع فرقه اليابان، يمكن دايما الماتش بيقف على لمسه او حاجه. فأتوقع أن السلاح إن شاء الله في باريس يعني مش هيبقى مجرد بقى أن لا حد دخل دور الثمانية أو حد دخل دور الثمانية زي طوكيو، لا هيبقى إن شاء الله في يعني منافسة فيها كلام تاني. أكيد هو إحنا التأهيل بتاعنا، الخطة الطموحة اللي الاتحاد حاططها أن إحنا نأهل 12 لاعب السنة دي، عفوا 14 لاعب، ومش تأهيل بس، احنا بنلعب ان احنا نحسن تصنيفنا. يعني احنا تصنيفنا زي ما يارا قالت الخامس في سلاح الشيش، احنا مش عايزين نروح واحنا خامس، عايزين نروح واحنا رابع، نروح واحنا ثالث، لان دايما لما بتحسن تصنيفك بتلعب فرقه اسهل. لو انا الثامن هلاعب الاول، لو انا السابع هلاعب الثاني، لو انا السادس هلاعب الثالث، فكل ما حسننا تصنيفنا بقى احسن. الخطه اللي متقدمه اللجنه الاولمبيه والوزاره ان احنا ان شاء الله الاتحاد يقدر يجيب ميداليتين في الثلاث اسلحه، فمن ضمن الخطه ان احنا نجيب ميداليتين اولمبياتين في ده رجال ولا فرق ولا سيدات؟ لا مش محدده، مش رجال محدد. سيدات فرق فردي زي ما تيجي. ويارا هتشارك في الاولمبياد ان شاء الله. يارا عندها بطوله العالم في ميلانو في شهر 7، هي يعني هي وزميلاتها في الفريق جابوا اول افريقيا في الفرق، فكده طبعا افريقيا كانت السيزون اللي فات الاول بياخد 32 نقطه، بقت مره ونص السنه دي، فبقى بياخد 48 نقطه الاول، فهي برضو عملوا مشوار حلو ان هم عرفوا يجيبوا اول طبعا. ان شاء الله في دور في بطوله العالم في ايطاليا لو قدروا يخشوا دور ال 16 يبقى عملوا حلو قوي وسهلوا على نفسهم المشوار. ففريق يارا هو وفريق الإبي سلاح الشيش وسيف المبارزه هم الفرقتين البنات اللي احنا مستهدفينهم في التاهيل. هنستناكي اخر شهر 7 ان شاء الله ترجعي لنا بميداليه ذهب باذن الله، ونتكلم معاكي وقتها في تفاصيل هذا الانتصار. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، واكيد حضرتك برضو يعني بنتمنى لك كل التوفيق. ونشكركم، نورتونا وشرفتونا النهارده. شكرا. نشكركم جدا وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. وقبل ما نختم بس، السفريات دي بتكون على حساب الاتحاد ولا على حساب لا هي السفريات دي بيبقى فيه دعم من الوزاره بالاضافه للسبونسر يعني وعندكم اوريدي عندنا طبعا ثلاثه او اربعه سبونسر في الفريق. كويس جدا، ده خبر حلو، بالتوفيق ليكم ان شاء الله. هنروح فاصل سريع جدا، فقرتنا الاولى خلصت عشان نتابع تاني فقره معانا النهارده، خليكم معانا سريعا جدا خلال دقائق. امبارح الحمد لله نقدر نقول ان احنا تخطينا منتخب السويس في كاس طبعا مصر، وناس راضي عن الاداء وناس مش راضي، ماشي ده شق. المنتخب الاولمبي على الصعيد الثاني يعني تعادل سلبا مع النيجر في اول ماتشاتنا في بطوله افريقيا، وناس زعلانه وناس زعلانه، مش هقول في ناس راضيه بصراحه، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والشفافيه، كنا متوقعين اداء افضل من ذلك. على كل حال هنتكلم في كل ده، هنتناقش كمان في التفاصيل، بس خلينا نرحب بضيفنا كريم فضل الناقد الرياضي. منجور يا كريم، صباح الهنا. صباح الفل، منجور، سعداء بوجودك معانا كريم، منور الدنيا كلها، وكل سنه وانت طيب. الضحكه الجميله دي لازم تكون احلى صباح والله يا استاذ كريم. صباح الفل، ربنا يخليك. صباح الفل عليك. تعالى نبتدي بماتش امبارح، وانت من انهي جماعه من الجماعتين اللي هواد ذكرتهم؟ كنت من الناس الراضيه كل الرضا ولا الناس اللي عندها تحفظات؟ يعني راضي على النتيجه والتاهل بالطبع، ولكن في تحفظات على الاداء، بس ده وضع طبيعي جدا بعد يعني مجهود كبير اتعمل
خلال الفترة الأخيرة من الجهاز الفني واللاعبين، والمعروف دايما أن مباريات الكاس بتحمل المفاجآت. يعني هنقول الأهلي قدر أنه يتأهل وده الأهم، القادم بقى هو ده الأكثر أهمية. يعني خلاص مرحلة وعدت بكل تفاصيلها، في النهاية أنت لو كنت سجلت ركلة الجزاء، سجلت من الفرص اللي أتيحت لك، كان ممكن تكسب بسكور. وكل التحية طبعا لمنتخب السويس أو فريق منتخب السويس على الأداء اللي عمله ده، خصوصا أن هم قاعدين بقالهم فترة طويلة وفي تغييرات حصلت كتير جدا في الأجهزة الفنية. يعني بس خليني اقول لك حاجه برضو يا كريم، بغض النظر عن ضربه الجزاء طبعا، يعني ده وارد بيحصل في العالم كله اكيد طبعا، بس هل انت كنت شايف اللعب حلو، الاداء كويس، التاكتيك كان كويس، اللعيبه في افضل حالاتها، ولا كنت شايف فارق عن اخر مباراه مع حرس الحدود على سبيل المثال؟ لا انا قلت لحضرتك في البدايه اكيد في فارق، يعني في 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 تراجع مستوى، في تغييرات حصلت. ايوه ما ده بتبرره ده وضع طبيعي جدا. يعني في مباراة الكاس لما بتلعب يعني فرق مع كل الاحترام في اقل في المستوى، بتنزل يعني بالبلدي كده بتنزل سيكا في المستوى. مع يعني مع اشتداد المنافسة والصراع وقوة المنافسة، الاهلي هيرجع تاني يلعب بالمستوى الطبيعي بتاعه. انا عندي تحفظ واحد، انا كنت اتمنى اشوف بعض اللاعبين مكان لاعبين اخرين، يعني كنت اتمنى اتاحة الفرصة للاعبين ترتاح زي ما حصل مع مثلا علي معلول بالظبط. يعني كنت اتمنى ان لاعب زي مصطفى شوبير او علي لطفي يكون هو حارس المرمى، كذلك محمد شريف كان، محمود كهربا، او اجرب شادي حسين. ده كان بس التحفظ البسيط ان في لاعبين عايزه فرصه علشان نقدر كجهاز فني يعني يحكم عليها الحكم النهائي، لان خلاص احنا بدانا. ان كولر بشكل عام عنده توجه للتدوير بصفه مختلفة. دي حقيقه، وهو يعني اكتر مدير فني جرب او اكتر مدير فني استغل العناصر اللي معاه هو مارسيل كولر دون يعني دون شك. بس انا بتكلم ان احنا في نهايه موسم وفي لاعبين عايزه فرصه اكتر للظهور علشان خاطر يتم الحكم عليهم بشكل نهائي. ده اللي كنت اتمناه فقط يعني، ولكن اجمالا انا راضي جدا عن النتيجه. شايف ان انت قدرت انك تحقق الاهم في مباريات تكسب ولا تلعب زي ما بيقولوا، دي مباراه من المباريات دي، مش المباراه النفس الطويل. دي من المصطلحات اللي استجدت مؤخرا، يعني بقينا نسمعها مؤخرا، ما كانتش بتتقال زمان. يعني كان زمان وكان جماهير زمان ما يرضيهاش غير الاداء الحلو اللي مرتبط المقترن بنتيجه مرضيه، مش حاجات بقى ايه حققنا الغرض، حققنا المطلوب. ما فيش مشكله، يعني انا لو اقدر اعمل احقق المعادله الصعبه دي اللي هي الاداء والنتيجه، انا طبعا هكون راضي جدا كمشجع قبل ما اكون كمتخصص. ولكن انت ممكن تلعب جيم عظيم جدا واداء هجومي كبير جدا وتخسر، يبقى خلاص انت اوت، يبقى خرجت من البطوله. فيبقى الافضل انك تكمل في البطوله ولا انك تخرج منها؟ كمل طبعا. بس طب هل الروتيشن من وجهه نظرك برضو يعني بيعتمد فيها كولر اكتر في مسابقه الدوري؟ يعني بيبقى مطمئن اكتر يعني؟ هو انا شايف ان كولر عايز يخلص يفنش الدوري الاول وبعد كده يعمل الروتيشن بشكل كبير، هو بيعمله بالفعل، بس في حدود 3-4 لاعبين مثلا. مع حسم البطوله اعتقد ان احنا هنشوف عدد كبير جدا من اللاعبين الصغار ومن اللاعبين اللي هم بعاد عن المشاركه. ده اللي انا متوقعه وده اللي انا متاكد منه في نفس الوقت حسب رؤيتي لتفكير مارسيل كولر، سواء في الفترات السابقه لي مع الانديه او المنتخبات او في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي. انت بشكل عام كلامك عنه حتى النرف اللي بتتكلم دي عنه بيوحي بان في استحسان، يعني انت شايف انه كان ليه انعكاسات طيبه من اول ما جدا يعني على كافه الاصعده، سواء فنيا او حتى نفسيا او حتى على مستوى المؤتمرات الصحفيه والتصريحات بتاعته. يعني انت لو سالت اي مشجع حتى مش بيشجع النادي الاهلي هيقول لك ان مارسيل كولر راجل ذكي جدا في التعامل بتاعه مع الصحفيين ومع وسائل الاعلام، ودقيق جدا، والكل شهد بده اثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراه الوداد الاخيره. كان في اسئله يعني تحمل نوع من الاستفزاز، مش يعني مش سالكه، يعني صعبانيه شويه، ولكن هو قدر ان هو يتغلب عليها بذكاء فطري يحسد عليه. نفس الامر مع الصحافه المصريه وبعض الاسئله اللي بتساله عن لاعبين مثلا، ليه ما مش بيشارك، ليه مستوى اللاعب سين اوساط تراجع، لا هو بيعرف يرد ردود كويسه جدا جدا وبيعرف يتعامل مع بالظبط، وده يعني كسبه ارضيه اكبر
بجانب طبعا النتائج العظيمه اللي بيحققها، يعني ما شاء الله، يعني تاتش وود كل البطولات اللي دخل فيها كسبها بدايه من الـ يعني خلاص الدوري بنسبه كبيره اتحسم، كاس مصر، كاس السوبر، دوري ابطال افريقيا، فما شاء الله يعني نتائج عظيمه وبطولات كبيره جدا في الموسم الاول له يعني مع الكره المصريه. انا مش عايزه اروح دلوقتي للمنتخب الاولمبي لان هيبقى عندنا كلام كتير جدا بصراحه، خلينا لسه في الالف. طب هنعمل ايه؟ ما رحبش اول فكره. يعني هنحاول نعدي ان شاء الله هنعدي. لا بس طبعا هو القصه كلها انك مش هتقيم دلوقتي، ولكن مش بدايه موفقه، يعني انا ما يهمنيش التعادل السلبي، انا يهمني ان انا اشوف لعب حلو في الارض وده ما شفناهوش، خلينا نبقى متفقين. هنخش على الملف ده دلوقتي. طيب خلاص فتحتي الكلام. بصي انا معاكم، انا معاكم في اي حاجه. هي الفكره ان انا كنت مع حضراتكم واتكلمنا في النقطه دي، ان الاختيارات للاسف يعني على مستويات الناشئين والمراحل العمريه الاصغر في مصر مش كتير. ليه؟ لان المدربين عندنا بتعتمد على قاعده مش كبيره، لعيب الدوري الممتاز. طيب انت لو بصيت على لعيب الدوري الممتاز في المرحله العمريه اللي هي تحت 23 سنه بدايه كده من مركز حراسه المرمى، مش هتلاقي ولا حارس بيلعب اساسي في الدوري الممتاز، كلهم لاعبين احتياط وحارس ثالث ورابع. نقطه مهمه جدا. الباك رايت لما اصيب احمد سعد عبد النبي لاعب الداخليه الله يشفيه يعني تعني، ضم عمر فايد مساك يعني رايح البطوله باك رايت واحد بس، احمد عيد لاعب انبي في الوقت ده، في الوقت اللي كل الناس بتشيد بمحمد حمدي لاعب ام بي اللي هو الباك ليفت ولاعب الوسط مميز جدا ومواليد 2003 يعني سنه مناسب يلعب معاه، ما بيضموش. مودي ناصر لاعب ام بي كذلك، افضل لاعب وسط مدافع في مصر في المرحله العمريه دي وبيشارك بشكل اساسي في كل المباريات سواء مع مصر المقاصه السيزون اللي فات ومع الموسم الحالي، ما بيتمش اختياره. فانا كان ليه ده حاصل؟ ما انا ما اعرفش يعني، انا اتمنى ان حد من المسؤولين في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي يرد عليا، لان انا حاولت اتواصل معاهم ما قدرتش، وحاولت اوصل لهم المعلومه دي، يا جماعه في حد بيلعب، في حد بيشارك، الطبيعي اللي بيلعب يبقى يعني. كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي انه يضم احمد ميهوب وهو مش بيشارك مع انبي، وما يضمش مودي ناصر وهو بيشارك، يعني كان لغز بالنسبه لي. انا بتكلم على حاله شفتها. في نفس الوقت لو رحت على مركز راس الحربه اللي هو التارجت بقى بتاعي اللي بيسجل اهداف، هتلاقي اسامه فيصل سجل هدفين فقط، عبد الرحمن عطف اجويرو سجل هدف، شكرا، مفيش حد تاني يعني. مع كامل احترامي يعني لاحمد، قله العناصر اللي عندنا في البلد، ما هي دي يا استاذ كريم اللي انا بتكلم فيها. انت ما عندكش قماشه عريضه، انت عندك حته قماش صغيره قوي بتشتغل عليها، فهل ده يكون سبب ان احنا نخرج او نخسر؟ طب انت ليه ما بصيتش على العناصر المحترفه بره وعندنا عدد كبير جدا؟ ايه المشكله انه يكون بيلعب دوري درجه ثانيه او ثالثه في اي نادي في اوروبي بس بيشارك؟ لسه محمد ياسر لاعب النادي الاهلي المعار اللي بيلعب في التشيك، لعيب كويس جدا وامكانياته كويسه جدا، ما بيتمش اختياره او حتى التفكير فيه. هو الاختيار ده مين بيختار بالظبط يعني عشان نبقى؟ لا الجهاز الفني. الجهاز الفني. طب ما هو الجهاز الفني، ما عشان برضو نبقى فير، الجهاز الفني اللي هو المفروض مهمته اختيار الفريق او المنتخب بيتغير، هو كل اختيار لا. سيء يعني ميكالي بقاله فتره ومعاه كابتن وائل رياض، وكابتن وائل حد شاطر جدا ومجتهد. احنا كل مره يا كريم بنقول نفس الكلام، الاختيار سيء، ما هو ده اللي انا بقوله. ما انا يعني انا ما اعرفش الاسباب اللي بتدفعهم ان هم ما بيختاروش اللاعب سين او صاد. انا بتكلم بصفه ان انا راجل بتابع الدوري المصري وبتكلم في حاله، يعني حد يطلع يقول لي انت غلط. طب انت رؤيتك لكيفيه الاختيار في المنتخب الاولمبي عندك نفس التحفظ فيما يتعلق بالمنتخب الاول في مساله اختيار العناصر والقوام الرئيسي ليه؟ لا بالعكس، يعني انا شايف ان روي فيتوريا موسع القماشه جدا وبيدي فرص للاعبين، اي لاعب يتالق في الدوري المصري بيضمه. صح. وكلنا شفنا محمود حماده لاعب فاركو بيلعب اساسي، يعني مش مجرد انه بينضم، ومصطفى زيكو حرس الحدود رغم ان الحرس هبط موجود، واكتر من لاعب بيتم ترشيحه للمنتخب الاول سواء من المحترفين بيجيب بيرجع تاني، احمد حمدي بيظهر في الصوره، سام مرسي رغم انه بيلعب في درجه يعتبر درجه ثالثه في انجلترا بس بيقدم مستويات قويه جدا بيرجع يفكر انه يضمه. فبالعكس احنا شايفين اهو يا راجل بيشتغل وبيشوف. انت النادي الاهلي مثلا في حاله تالق كبيره جدا للاعبين، 9 لاعبين موجودين من النادي الاهلي بس ده العادي ده دايما. مش فكره العادي، هي فكره يعني. ان هل يستحق ولا لا.
ما هو دائما بيكونوا بيستحقوا. انا على فكره والله هنا بتكلم بعين مشجعه مصريه مش خالص اهلاويه. هو ده دايما اللي بيكون حاصل النادي الاهلي مينلي يعني. اكيد، بس انا بتكلم برضو في فكره ان في مثلا عناصر يعني محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الاثنين ما شاء الله مكسرين الدنيا مع النادي الاهلي، مع الاهلي بالظبط، خلاص بيروح المنتخب اوريدي. محمد هاني اللي هو يعتبر افضل ظهير ايمن في الدوري المصري موجود وبيلعب بشكل اساسي. لو في باك شمال في النادي الاهلي مصري وبيقدم بشكل كويس اكيد هينضم. تفتكر بقى بكل ده النتائج هتتغير مع روي فيتوريا يعني ولا هي النتائج ماشيه بشكل كويس جدا يعني؟ هو من وقت توليه احنا طبعا كان حصلت الهزه الكبيره بالخساره من اثيوبيا وبعد منها كوريا الجنوبيه وديا، هو تولى الموضوع ما شاء الله يعني. احنا كسبنا رواندا رايح جاي، سوري ملاوي ماتشين رايح جاي، وكسبنا منتخب غينيا، وحتى على الصعيد الودي ماشيين بشكل كويس. بس هو يعني انا نفسي في حاجه اللي هو يا جماعه بصوا ايه المشكله. انا يعني مش عارف هينفع اقولها ولا لا، بس انا تعاملت مع منتخب افريقيا، انا تعاملت مع منتخب افريقيا خلصت ضميرك وريحت قلبك من السر اللي انت كاتبه جوه. مش سر، انا تعاملت بشكل شخصي مع احدى المنتخبات الافريقيه. أوكي. جميل. المنتخب ده فيه اكتر من لاعب بيلعب في الدرجه الثانيه هناك. يعني دوري ضعيف جدا جدا ولاعب درجه ثانيه. اوكي. وبيلعب اساسي ومتالق. يعني ايه انت مش قادر تعمل ده؟ انا مش بقول لك روح الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه في مصر اللي اكيد فيهم عناصر كويسه وشفناها في مسابقه الكاس. على فكره في الدرجه الاولى يعني دلوقتي هو مش المفروض ان فيتوريا والجهاز المعاون ليه المفروض يبقى عينهم على كل ماتش بيتلعب في الدوري المصري وبيكتبوا عندهم اسماء المتالقين في كل الفرق؟ فيتوريا بيعمل ده. ويعني حتى المباريات الوديه بيحضر وبيتابع وعنده يعني عنده فيجن وعنده رؤيه. أوكي. كويسه جدا. أوكي. انا بتكلم على الاجهزه الناشئين والمراحل العمريه الاصغر، مفيش الكلام ده. يعني بتبقى اختيارات عجيبه جدا. ده اللي نتج عنه ان احنا بنتكلم على منتخب اولمبي ما هواش الامثل. بالظبط، زائد ان يعني مع كل احترام لمنتخب النيجر مش هو ده المنافس ليك، انت لسه هتلاعب مالي، انا لو قلت لك العناصر اللي عندها بتلعب فين وبتعمل ايه يعني هتتخض فعلا. يعني منتخب غانا قدر انه يكسب بالمحترفين بخبرات اللاعبين اللي عنده، منتخب الكونغو في البطوله، حتى المغرب عبد الصمد الزلزولي هو اللي سجل الهدفين وكانت مباراه قويه جدا مع منتخب غينيا. طب انت عاوز تحقق مركز من الثلاثه الاوائل او على الاقل توصل سيمي فاينل وتلعب لو ما توفقتش تلعب ملحق مع اسيا. طب انت هل تقدر انك تعدي ده؟ هي مجموعه اربع منتخبات فقط، مجموعه اربع منتخبات فقط، ثلاث مباريات، انت تعادلت في المباراه الاولى، لازم تكسب ماتش على الاقل من الماتشين اللي جايين وتتعادل واحده كمان لو ما كسبتش الاثنين عشان تصعد. فالموضوع انت بتصعبه على نفسك، والبدايات القويه دايما بتديك بوش جامد يعني بتديك دفعه للامام. طب انت بدات مش احسن حاجه يعني. انت لو سالت حتى المتخصصين في الكره الافريقيه في مصر والوطن العربي مين احسن لاعب في منتخب النيجر او مين العناصر اللي هي خطيره، هيقول لك انا ما اعرفش عنهم حاجه. فانت عندك، هل انت عندك تيم تحليل فني قال لك منتخب النيجر ده بيلعب ازاي، ايه عناصر الخطوره بتاعته، ايه قوته، كرات الثابته؟ هو المفروض احنا كجماهير مش شرط نبقى عارفين، بس هو ما كجهاز أنا فني لازم. انا بتكلم دلوقتي، انا بتكلم ده طبيعي. انا ككريم انا عارف يعني كمتخصص بالظبط في الشأن يعني الرياضي بالزبط. والمنتخبات اكيد لازم لا وفي يعني بفضل الله في الموجود ده. فليه بتتكلم ان في نقص معلومه هيكون عند الجهاز الفني؟ ما هو يعني هرجع تاني للتجربه الافريقيه اللي انا اشتغلت فيها. عنده سبع محللين اداء فني، سبع دوله صغيره جدا يعني لا تذكر، يعني عنده التيم التحليل بتاعه سبعه. انت لو بصيت على يعني حضرتك طلع الجهاز الفني والاداري للمنتخب الاولمبي شوف في كم محلل، في كم اداري، في كم مدرب. المفروض ان الحاجات دي كلها كل النواقص دي انجاز التعبير المفروض ان هي تكتمل او ان هي ابتدت تكتمل بمجرد جلب فيتوريا الاول. بس انا هطلع معاك تاني بعد الكلام ده ولا خلاص؟ اه والله صح، احنا دايما بنقول نفس الكلام يعني. واحنا مع يعني المفروض ان استجدت امور ينتج عنها حل للمشاكل اللي احنا بننتقد يعني وجودها. بص يا استاذ كريم، انت علشان تساير التطور لازم تبقى يعني على مستوى واحد معاهم. شوف الغرب بيعمل ايه في الكوره وخليك زيه، اما كنتش تبقى افضل، لان انت برضو عندك تاريخ. احنا جبنا حد من الغرب ذات نفسه عشان يمسك الملف كله. ما هو هل اللي في الغرب ده مديله صلاحيات كامله ولا مين اللي بيحرك الامور؟ وبيتعامل مع مين في الغرب وبيتعامل مع مين عندنا؟
اليه التنفيذ نفسها. انا ممكن اقعد انظر واشرح مع حضرتك ونقعد نتكلم، لو احنا قعدنا اتكلمنا في الموضوع ده او في النقطه دي انا متاكد ان احنا نقعد 7-8 حلقات ومش هنمل ولا هنزهق. بس التنفيذ بقى، هل انت تقدر تنفذ ده على ارض الواقع؟ هل انت يعني انا بتسمع شويه حاجات ايه تطوير كره القدم المصريه، ايوه بتعمل ايه انت لحد دلوقتي يعني انا اسف انت بيتم احتساب تسلل في مباراه السويس من ركله مرمى يا جماعه، يعني تطوير ده ولا مش تطوير؟ ده احلى تطوير بامانه، وخليك موضوعي. يعني تطوير ده ولا مش تطوير؟ يعني انا مش عارف، يعني لو الفيفا خدت خبر هتزعلنا جامد. طب ما انا على فكره اقول لك على حاجه، احنا عمالين نضحك بس هو الموضوع فعلا صعب جدا. يعني دي كوميديا يعني سوداء. يعني لما انت تتكلم ان فعلا ملف تطوير كره القدم المصريه اللي احنا بقالنا فتره كلنا بنتكلم عنها واللي ليها كذا فرع، يعني عندك شق خاص بالتحكيم، شق خاص بالاداره الفنيه، شق خاص باللعيبه نفسها، شق خاص باللي هو الأسس والجداول توضع وكده، كل دي منظومة في الآخر تقول لك تطوير كرة القدم من عدمها. فمفروض ان احنا شغالين على كل ده. هل انت شايف ان كل فرع من دول برضو مش مؤدي الغرض المفروض يكون عليه؟ يعني رحنا جبنا كلاتنبرج والتجربة فشلت، وبعدين استعنا بخبرة أجنبية مختلفة. أيوة كلاتنبرج التجربة فشلت ليه؟ ما هي نجحت في العالم كله بس هي فشلت معنا. يعني هو الراجل كان في اليونان وكان في السعودية، يعني هنعتبرها فشلت زي ما هم بيقولوا. طب مش على الأقل أعرف فشلت ليه؟ أقول لك أسباب مين؟ ما هو احنا متابعين أكيد احنا عارفين. الجانب المصري قال لك لأن الاتفاق ما كانش إن هو مش هيبقى متواجد بشكل أساسي، وكل شغله كان على طريق سكايب وحاجات زي كده، وهم شايفين إن ده ما ينفعش أو زوم. يعني هو بيقول لا ده كان التعاقد بتاعي من الأول، ده غير المشاكل اللي هو واجهها هنا. يعني مش عشان خاطر انه كان بيتم انتقاده يعني عيانا بيانا كده في احدى القنوات، وكان اشتكى الاعضاء الاتحاد قالوا له احنا مش هنقدر نرد، وتم اهانته. حصل يعني. طب معنى كده معنى كده ان ملف التطوير محتاج تطوير؟ والله بكلمك بامانه، صح ولا لا؟ هو الفايل تقيل شويه بس كده برضو. لا هو محتاج تطوير، محتاج تطوير. احنا يعني احنا بنضحك يعني والله بس عايزين حل، يعني عايزين نقول يعني في جوانا كلام كتير قوي، يعني لو احنا اتكلمنا فيها هننفجر يا جماعه. احنا شايفين والله احنا بنفهم على قدر عقولنا بنفهم. طب بقول لك احترم عقولنا. ما تيجي نتخيل بشكل مجازي كده ان انت بقيت انت المسؤول عن ملف تطوير كره القدم المصريه، سمعنا قراراتك بترتيب الاهميه، هتعمل ايه؟ والله يعني المسؤوليه هتبقى صعبه جدا. كريم النهارده جاي ايه؟ ده بس هو الكلام حلو معاه، الكلام حلو تحس كريم وبعدين ايه وعد يفرك عايز يقول حاجات كتير ومتحفظ ويقوم يضحك بدل طيب ما انا هقول لحضراتكم بس على حاجه يعني التجربه الالمانيه. الاتحاد الالماني لكره القدم عمل حاجه لطيفه قوي، ان طبعا في مسؤولين في الاتحاد ومدربين في الاتحاد كانوا بيروحوا المناطق، كل ثلاث او من 3-5 مدربين بيروحوا المنطقه زي منطقه القاهره والاليوبيه والكلام ده، بيروحوا بيعملوا خطه عمل مع المنطقه وبينفذوها على ارض الواقع مع المدربين وبيشتغلوا عليها من سن البراعم لحد 18 سنه اللي هو يعتبر اخر سن الشباب، مش زي عندنا اللاعب عنده 23 سنه 24 سنه يقول لك فاز. يا ريت ده فاز كريم فضل بجائزه افضل ناشئ في الدوري المصري 25 سنه ناشئ. ايه يا عم الحاج؟ هم اشتغلوا على الحاجه دي وعملوا بلان زي بلجيكا زي المغرب زي السنغال. السنغال انا كنت لسه بتكلم من فتره كده، السنغال عندها 88 لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى درجه اولى ودرجه ثانيه، 88 لاعب باسعار طبعا يعني حتى على المستوى الاقتصادي بيعود ده بالنفع على الدوله بتاعتهم، لان في ضرائب وفي مدخلات وفي مشاريع بتتعمل، فبيحققوا الشقين، الشق الفني ان هم يبقى عندهم منتخب قوي جدا، والشق المادي ان هم عندهم الترانسفير والسالري بتاعهم بيعلى جدا وفلوس بتكبر. طب انت عندك كام لاعب؟ انت عندك 4 لاعبين فقط كدوله مصريه اللي هي عدد انا ما اعرفش احنا 120 او 120 مليون دلوقتي. في ناس بتنتقد الكلام بتاعي تقول لك لا ما انت كده هتضعف الانديه، وان يبقى ايه المشكله انك يبقى عندك موهبه صغيره انك تساعدها انها تحترف. على فكره لما تحترف هتجيب لك فلوس كتير جدا، تقدر تعمل سكواد قوي جدا. يعني لو لاعب خرج من النادي الاهلي وتم بيعه مثلا ب 50 مليون يورو او ب 50 مليون دولار وانت حاطط بند يقول ان انا هاخد 20%، هتاخد مبلغ كبير جدا تقدر تشتري بيه لاعبين، تقدر تصرف بيه على قطاعات الناشئين عندك. تخيل بقى لو كل الانديه المصريه وخصوصا الانديه الشعبيه اللي هي بتعاني وبتصرخ يعني خلاص احنا بنموت، مفيش فلوس مفيش مفيش مفيش، لو عملوا ده
يعني انتوا تخيلتوا معايا ان مثلا يطلع من طنطا اثنين لاعبين في الدوري الانجليزي ويطلع من كذا ويطلع من كذا، يعني فريق جنراسيون فوت في السنغال مخرج اكتر من 150 لاعب خلال 3 سنين. واو. اكاديميه رايت، يعني انت يا كريم رايت تو دريم في غانا، يعني على حاجه برده يا كريم عشان مش عايز اقول لك يعني الارقام، يعني الكلام يبقى واقعي شويه، هل تعتقد ان فعلا يعني المسؤولين عندنا في الملف ده مش بيجي في بالهم او مش بيشوفوا او مش بيطلعوا على العالم ماشي ازاي؟ أنا يعني اي داوت ان ده حقيقي. هرد على حضرتك رد واحد، هقول لك المسؤولين عندنا بيهتموا بايه يعني ومش هكمل عشان انت هتفهمي. المسؤولين عندنا اول حاجه في ضمن اهتماماته انه هيسافر مع البعثه امتى؟ لا وهتروح فين؟ يعني انا همسك انا عضو اتحاد كوره همسك الفريق الاول المنتخب الاول يعني، وانت سين هيمسك منتخب الاولمبي وصاد هيمسك المنتخب الشباب وعين الكره النسائيه، وتحط ارقام كبيره جدا والبدلات والسفريات والدنيا لطيفه خالص. هو ده اللي بيتحط؟ اه طبعا. لا ده في حاجه كمان، اه ان كل عضو اتحاد بيجيب مين مقرب له من اللاعبين او المدربين السابقين يعينه في المنتخبات الوطنيه. اشاره حضرتك ان الكلام ده اكيد على عهدتك انت الشخصيه وعندنا كل بياناته ارقامه وعناوينه وكل حاجه تخصه. ما انا قلت لك على بعد الحلقه دي هطلع تسليم اهالي يا اكسلانس، هنسلمك تسليم اهالي. انا يعني انا مسؤول عن كلامي. هو للاسف اقول لك على حاجه يعني عشان اطمنك، مش اول مره نسمعها من ضيف، يعني مش اول مره. احنا كاعلاميين او كمذيعين ملناش ان احنا نتفق او نختلف، بس الواقع لما يتقال بيكون واقع، يعني الواقع لما يقال بيكون واقع. هنهز دماغنا. لا مش هنهز ومش هنعترض، بس احنا بنسمع وبنعرض الكلام للناس. لا انا مش بقول، انا مش بقول على حضرتك، وانا بقول احنا كلنا بنهز دماغنا يعني بنبقى عارفين الكلام. كريم انت النهارده بس انا بتكلم بشكل عام. انت شايف ان بالتالي انصراح على فكره الصوره مش سوداويه انصراح الحال محتاج قرارات ثوريه من اولي الامر من الاشخاص والاطراف المعنيه. بالظبط مش كده برضه؟ احسنت التوصيف. زائد ضمير. ضمير كل واحد يشتغل بضمير، يعرف ان يعني يعني انا جاي عشان خاطر انجح، جاي عشان خاطر اشتغل، ما احطش الاهواء الشخصيه في اي حاجه. لو انا لو حضرتك تدخلت الاهواء الشخصيه، لو انا لو انت حضرتك ما بتحبش كريم او مش طايق كريم مش عايز كريم ده تاني، اول ما الاعداد هقول لحضرتك لا مش عايز كريم، ممكن يكون كريم ده افضل حد ممكن يعمل معايا حلقه بس انا مش عايزه. خلاص يبقى انت اللي بتخسر مش الشخص التاني، انت اللي بتخسر. واحنا ينفع نوصل لمرحله ان احنا سايبين شكل كره القدم المصريه في مهب الريح للدرجه دي؟ والله انت حضرتك بص برضو على اللي حواليك، مش هقول لك بص للدول الاوروبيه لانك بعيد للاسف عنهم، بص اللي حواليك، شوف الدوري السعودي بيعمل ايه، شوف الدوري المغربي الدوري الجزائري، شوف المنتخبات بتاعتهم، منتخب الجزائر منتخب المغرب منتخب تونس بيشارك بشكل مستمر في البطولات القاريه وبينافس عليها، بيشارك في كاس العالم بينافس على البطولات المراحل العمريه الصغيره وبيتاهل لكاس العالم. منتخب تونس عمل بطوله كويسه جدا في كاس العالم في الارجنتين، اه صحيح ما توفقش ولكن شارك وقدم مستويات جيده. منتخب المغرب والطفره الرهيبه اللي حصلت طبعا. مع يعني كان جرأه في القرار ان انا هختار مدير فني محلي، نجح مع الوداد ووفر له كل السبل اللي تخليه ينجح، يقول انا عايز ويلف بنفسه يروح مع الانديه الاسبانيه ويتابع ويشتغل والاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه الاتحاد الجزائري والتجربه الشهيره ان هو يستقطب اللاعبين ذوي الاصول الجزائريه. المغرب بتعمل ده، المغرب بتجهز عندها جيش من المحترفين وبالاضافه اللاعبين داخل الدوري المحلي اقوياء جدا، يعني انت لو قلت مثلا المغرب بتعمل تشكيل هتختار من 50 60 لاعب بعكس الدوري المصري، هم كان محترف. والجزائر بصفه خاصه اليه انتقال لاعبيهم للدول الاوروبيه وللدوريات الاوروبيه اسهل بكثير من عندنا، هم بحكم حتى التاريخ والموروث الاجتماعي والثقافي هم اقرب بكثير. ما انا عشان كده يعني ما اختصتش الموضوع بالمحترفين فقط. انا بتكلم على بطوله محليه منتظمه فيها منافسه، فيها عداله تحكيميه وفيها عداله اداريه. مفيش هي على الكل، الجيد واللي بيلمع هو اللي هختاره. اوكي بس
للاسف ده ما حصلش. بص يا كريم، هو ملف كبير ومحتاج كلام، ومحتاج انا نفسي مره نفتحه ومعانا حد مسؤول مثلا نتكلم بقى في الاتحاد، مسؤول في الجهاز الفني يقول لنا. يعني دايما احنا بنكلم نفسنا، يعني دايما لما بنيجي نفتح الملف ده يا كريم بمعنى جهه واحده، انا نفسي مره يبقى في جهتين قاعدين عشان نقدر نشوف حتى ردود، لان ده اللي يكون ساعتها الحديث فار. يعني على كل حال خلينا نكمل لان عندنا لسه ملفات والوقت صغير جدا. انا عايزه اروح معاك للاهلي كمان، لان الاهلي فيه لسه ماتشات مهمه جدا، عندك اتحاد السكندري وعندك فيوتشر وعندك البنك الاهلي وغيره من المؤجلات يعني والماتشات المهمه. مطمن سو فار على الماتشات المتبقيه؟ شايف ان حتى وان كنا متشتتين، وده برضو ظاهره يعني نادره عالميا، ان بلعب دوري وبلعب كاس وبلعب افريقيا كله مع بعضه، بتشوف اللي جاي مطمنين عليه؟ يعني خليني اعرف منك رؤيتك للي جاي، خاصه الماتشات. حضرتك المشكله في ايه؟ المشكله برضو هنا في مشكله. طبعا، لان الناس بتحمل النادي الاهلي الازمه، انك عندك عدد كبير من المؤجلات. طب يا جماعه، طب انا يعني انتوا مش حاطين لا دي حقيقه يعني طبعًا. انا ما اعرفش، في معروف ان في مشاركات افريقيه، وانتوا بتحطوا جدول الدوري او جدول المسابقات بتاعتكم بيبقى قدامكم كل حاجه طبعًا. وده الاهلي لو وصل الدور الثمانيه هيلعب ايام كذا وايام كذا، ووصل سيمي فاينال هيلعب ايام كذا، لو لعب كاس عالم الانديه مع البطولات المستحدثه كمان، حتى الانديه الاخرى يعني بطولات عربيه او كونفدريشن كاب، لازم تبقى عارف ده، منك تضغط ماتشات معينه الاهلي يلعب كل 3 ايام ويترهقه جدا. طب على راي الهواد بيحصل كل موسم، ما حدش خد باله من اللقطه دي الفتره اللي فاتت. يعني هل الانديه الاوروبيه، يعني الدوري الانجليزي اللي فيه 20 فريق وفي اربع فرق بتشارك في دوري الابطال وثلاث فرق بتشارك في اليويفا كاب وفي البطولات الاخرى بالاضافه للاجنده الدوليه الفيفا دي، طب انت هل الناس دي يعني عندهم ثلاث عقول في مخهم ولا عقل واحد؟ هو عقل واحد، وعارفين انا بحط الورق بتاعي كله قدامي وببدا احط الجدول بتاعي على هذا الاساس. تمام، ما تجيش بقى انت لما عشان العك اللي بيحصل ده تقول اصل الاهلي بيتاجل له، والاهلي يا حبيبي ده الاهلي كده مظلوم، الاهلي هو اللي كده هو اللي متضرر. مين بقى هتقنع مين؟ ما علينا يعني، علشان خاطر عليها يعني. تعالى بقى نروح للنقطه الفنيه. يعني انا واثق ان الاهلي بالسكواد الحالي بالعقليه بتاعت كولر يقدر يحسم المباريات دي ويقدر يحسم بطوله الدوري، وفي نفس الوقت يقدم اداء كويس جدا، خصوصا ان الجمهور بدا يحط رجله في الملعب بشكل مكثف، والجمهور عامل فعال جدا 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 بصراحه. طبعا حقيقي. تعرف يا كريم، بعد اللي انت قلته ده الحقيقه ما يتهيألكش غير حاجتين، نورتنا وكل سنه وانت طيب. يعني انا سعيد جدا بالتواجد معاكم، ويعني يعتبر من البرامج القليله اللي بتدي مساحه للضيف ان هو يعبر عن رايه طبعا. وده عهدنا بقناه الاهلي وعهدنا بيكم طبعا، ومبسوط جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بالصحه والسلامه. وانت بخير يا كريم، والله نورتنا كالعاده، نشوفك ان شاء الله بعد العيد باذن الله. وبنشكر حضراتكم اكيد انا وكريم ايضا على متابعتنا النهارده، زي ما كنت بنوه انا وكريم في بدايه الحلقه، النهارده هتكون اخر يوم، او النهارده اخر يوم نعود مره ثانيه بعد اجازه العيد اللي هو الاسبوع القادم تقريبا يوم الثلاث، صح كده؟ المفروض كده، المفروض كده، على حد الا لو حصل حاجه ثانيه. كل سنه وحضراتكم بخير يا رب، مع السلامه.